مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم من راديو وبرنامجكم الحل بين يديك. كنرحب بكل مستمعينا وبكل أوفيائنا اللي كيتابعونا دائما في هذا اللقاء المباشر. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع، وحنا سعداء دائما بالتواصل معكم مستمعينا الكرام. نتمنى لكم عواشر مباركة مسعودة، نعاد عليكم إن شاء الله بالصحة وبالسلامة والعافية وباش ما تمنيتيو يا رب. وكالعادة كنقول يوم اثنين حاضرة معنا الكوتش منى صباحي، مدربة معتمدة في التطوير الذاتي. مرحبا بك كوتش منى. أهلا سكينة، عواشرك مبروكة. أهلين وعليك إن شاء الله. قديسي ولا مازال؟ تقضاو لي. إيوا لالا مزيان. صراحة راحة. إيوا الله يكمل. يا ربي آمين. كوتش منى، هذا الأسبوع خصصنا باش نتكلموا على التكافل، التكافل كقيمة. بصراحة يعني ربما عن قرب شفت ناس اللي بصراحة فرحوا، ناس اللي ما عندهمش، وكانت واحد الفرحة يعني أنا متأكدة بلي إلا كان أجر يعني الذبيحة أجر عظيم، فهذيك الفرحة أكيد أنه الأجر ديالها أعظم. وكنشوفوا أشكال التكافل كتختلف، وكاين اللي كيبداو أنا ما عنديش، كيفاش نقدر نتكافل في الوقيته لشي واحد ما عندوش ولكن عنده طريقته؟ ربما داك الشيء اللي قسم الله يعيط لجار اخر اللي ما عندوش، او لشي حد من عائلته اللي ما عندوش ويتقاسموا معاه، ولا كيكون واحد كتكون كميزه في شخصيه الانسان. يعني انا كنامن بها بان العطاء هو نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كيعطيها الناس وكيحرمنا منها، بحال عينينا، بحال يعني بحال النظر ديالنا، بحال الحواس ديالنا، بحال مي كنتمشاو، بحال يعني بحال النعم كلها ينعم علينا الله بها جسديا. كاينه نعمه اللي هي نعمه العطاء، بحيث انه كتلقى شي حد اللي عنده 40 درهم في جيبو يمكن يقسمها معك، وشي واحد عنده مليار وما يقدرش يعطيك منه حتى 10 درهم. انا عاتبك. علاش؟ حيت العطاء نعمة اللي عنده نعم، هذا أكيد. لأن واحد المتعة كما وصفتي، هذاك الفرحة اللي كتشوفها عند الآخر من كتقاسم معه واحد الشيء. ونرجع ونهضر على المبدأ ديال التكافل، شنو كنقصدوا به كقيمة وكيفاش كيتجلى، لأن راه ما كاينش غير التكافل المادي، راه كما قلتي راه العطاء راه بصور متعددة وكثيرة جدا، كل واحد يقدر يعطي أيا كان داك الشيء اللي عنده، ماشي فقط مركز المادي. لأن هاد العواشر لا متفق معك، لا أنا اللي تنعاتبك هو أن العطاء حيت عينينا تقدر تكون تخلق بلا بهم. يعني ما عندكش اختيار فيهم، في اللون ديالهم كيشوفوا مزيان ولا ما كيشوفوش مزيان، يمكن تهلا فيهم ولا ما تهلاش فيهم، سي اون اوتر شوز. اما ان عندك ولا ما عندكش يعني ماشي انت اللي درتيهم من راسك. نعم. في حين ان العطاء لانني كنتحاسبوا عليه. واي حاجه كنتحاسبوا عليها الا كيكون بيدنا اننا نديروها ولا ما نديروهاش. فالعطاء شنو يا اما تتعلموا، وخاصه تتعلموا، يا اما كيجي كينبع من الداخل ديالك بلا ما بلا كتلقى انك كتبغي تعطي، ومين كتعطي تتفرح. يا اما كتعلموا من الوسط ديالك، من العائله ديالك، من الاسره ديالك، من المجتمع ديالك، يا اما من شي شخص، يا اما الظروف كتحطك فيه، يا اما لراسك كتكون كتقرا. لان الا درنا غير على التطوير الذاتي، لو ان هذا الاسبوع راه الجانب الديني تيغلب علينا في عيد الاضحى وفي هاد الايام العظيمه وفي موسم الحج وكل هاد الاجواء الجميله اللي حنايا فيها. في التطوير الذاتي ملي كتقلب كتقرا الكتب كاملين، ما كاينش كتاب ما تيتكلمش بشي طريقه او اخرى ان السعاده او ان لاكومبليسمون يعني تحقيق الذات ما كيمرش بالتكافل وبالعطاء. ما كاينش كتاب اي واحد، سواء في اللي كيتكلموا على السعاده الزوجيه او السعاده الشخصيه او ليدرشيب يعني القياده او فن التواصل او اي واحد في هذه الكتب او اي كتب في التطوير الذاتي كلها. وانا كما قلت لك ما نتكلموش على الجانب الديني اللي كياكد عليها وعلى الاجر ديالها وعلى العظمه ديالها وعلى حنا اش كنديروا هنايا لما تكافلناش مع بعضياتنا فهذه الدنيا هذه كامله. شنو انت كشخص بالملكات اللي عندك بكل شيء اللي عندك زعما دا ريزون ديتر شنو كدير؟ حتى في الكتب التطوير الذاتي كيقول لك ما كاينش النجاح الا ما كانش التكافل، الا ما عندكش قيمه التكافل. وهذا التكافل كيظهر بطرق مختلفه، ونتكلم عليه من جنب ديال التطوير الذاتي. فتيقول لك مثلا عطي او تكافل من داكشي اللي انت باغي يكون عندك. مثلا الانسان اللي كيتشكى دائما من الوقت، ما عنديش الوقت، حاول تعاون شي شخص بداكشي اللي قدرتي عليه وتشوف الوقت اللي هتولي كتكسب. علاش؟ لان كما كتعاون واحد اخر هذا قانون كوني، اللي كتعطي كيرجع لك من الخير او من الشر. فإلا عطيتي من وقتك كيرجع لك من الوقت، ولا عطيتي من المال كيرجع لك من المال، ولا عطيتي من اون كومبيتونس من شي ملكه عندك تترجع لك. التكافل هي انك تعطي الواحد اللي ما عندوش من داكشي اللي عندك انت،
ماشي فقط مادي، يمكن في هذا الاسبوع هذا لان الاضحيه والدخول للمدرسه ماشي غير الاضحيه، راه التكافل راه حتى الا تفكرتي شي حد في الدخله ديال المدرسه وعارف عنده الوليدات ومسكين متقل وهذا وقدرتي تعاونوا، علاش لا؟ حتى هذا راه نوع من التكافل، ماشي نوع، حتى هذا التكافل لا 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 في الأضحية في مجاورهما، هذا التكافل المادي، يعني أنت عندك واحد القدر وكما قلتي ماشي خصك تكون مليونير أو يشيط على على الحاجة ديالك بكثير باش عاد تقدر تكافل مع واحد آخر، وإنما كتحس بأن أنا عندي مثلا 2000 درهم واحد آخر عارف ما عندوش حتى 50 درهم، يعني نقدر نعطي واحد المبلغ منها وهي ماشية. وكاين التكافل اللي ملا كومبيتونس، واحد آخر ما تيعرفش يتكلم واحد اللغة وأنا كنعرف نتكلم واحد اللغة، يعني نقدر نعاونو باش يولي يتكلم بها، فهذا نوع من التكافل. التكافل في الـ في الـ في العمل ديال البيت، انا كنعرف ندير وانت ما كتعرفش دير، نقدر نعاونك فتعلم فتولي كدير. فالمساله ديال التكافل هي اكبر واعظم وارقى من اننا فقط نحصرها في اسبوع، لان هو الاسبوع ديال العيد الكبير هو هيتقضى، والاثنين الجاي هندخلوا للمشاغل ديالنا وهننساو اننا دوزنا العيد الكبير ونبداو نشوفوا شنو جاينا القدام. فالتكافل هي واحد، وهذا الاسبوع هذا بحال اللي تكلمنا الاسبوع اللي فات اننا الا بغينا نحببوا الاطفال في العيد وانهم ما يبقاوش غير في المقارنات الحولي ديالنا بكرونو ولا ماشي بكرونو كبير وصغير ايتترا، خصنا نعلمهم القيمه ديال هذا العيد، القيمه ديال هذه السنه، علاش دارت، شنو القصه ديالها، شنو كنستافدوا منها، شنو كنتعلموا منها، شنو هما الاخلاق اللي خصنا يكونوا عندنا او على الاقل نكتسبوهم بالتذكر ديال هذه السنه. فنفس الشيء كما درنا الاسبوع اللي فات، الا هذا الاسبوع ديال العيد الاضحى كنهضروا على التكافل، فكذلك نستفدوا منه باش نطوروا حياتنا، باش نغيروا من انفسنا، باش نفهموا المعنى الحقيقي ديال التكافل. نقدر نمشي في هذا العيد ونشري لك حولي كاع يلا ونسى العام كامل، عاوتاني ننسى ونخيط في مشاغلي ونسى ان راه كاين واحد القيمه ديال هذه القيمه اللي هي التكافل في الحياه ديالي اليوميه، ويجي العيد جاي ويمكن عاوتاني ندير لو ميم جيست او نقدر ننسى، لان صافي ديك القيمه راه تقدر تتلاشى الا ما جيتش لقيت اللي يفكرني. راه كل ما كان نزرعوها فينا وكنزرعوها، لانك وان شاء الله الرحمن الرحيم في وسط الاسبوع كاين كذلك مع الاطفال، يعني راه الا بغيتي الاطفال ديالك يكون عندهم هذه القيم وهذه الاخلاق خصك انت توريها لهم، وباش توريها لهم ماشي بالهضره، بالتعامل بالاكزامبل بالمثال، راه الاحسن تربيه هي التربيه بالمثال. بقى كتطبل على شي واحد النهار كامل، ديروا ما ديرش وهذا وما خصكش تكذب وما خصكش تعمل وخصك تعطي وخصك هذا، وانت كيشوفك ما كاينش شي حد كتخبع الحاجه زوينه لا لا تمشي وتضيف، او ملي كيجي شي حد كتقول له لا ما عندك تقول له درنا هذه، قول له درنا هذه، اذا انت كتعلمو الكذب، وبقى تقول له قول الحقيقه، وبقى تقول له خصك تعطي، وبقى تقول له خصك تكون ظريف، وبقى تقول له هذا الكلام كامل كتمسحو في ان جيست، يعني يهضر معايا 10 سنين ودير هذا لو جيست قدامه، يمكن يتاثر اكثر بداك لو جيست او بداك الافعال ديالك اكثر من داك الكلام اللي كدوزو معاه. نعم اكيد. انا والحديث غيستمر معك كوتش منى حول التكافل، وغدا غنتكلموا عليه في شق اخر في العلاقه الزوجيه بطبيعه الحال، لكن لحظة غادي نمشيو فاصل اعلاني ثم اقتراح غنائي ورجعي نستقبلكم اوفيانا الكرام، واحكي لي نقصك دائما مع الكوتش منى. صباحي، رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على مات غاديو، برنامجكم الحل بين يديك، واحكي لي نقصك على 05 22 46 72 50 او لا 51 او لا 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. اذا سنرحبوا بكل مستمعينا وبكل اوفيائنا، تشكركم على وفائكم الدائم لنا بطبيعه الحال، وسنرحبوا بالجميع، واكيد انه اللقاء ديالنا مازال مستمر، وكنرحبوا بجميع اسئلتكم وجميع تساؤلاتكم. نعاود نذكركم بطريقه التواصل 05 22 46 72 50 او لا 51 او لا 52. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. نمشيو ناخذوا معنا مكالمه معنا معنا لاله سميره. مرحبا بك امينه. امينه مرحبا بلاله امينه. مرحبا بك جنة الحبيبه، غير يخطيكم الله يطول عمرك يا لاله، وشارك مبروكه العافيه وكل ما كتمناو ان شاء الله. لا لا يخطيك، بارك الله فيك. بارك الله فيك، نتمنى لكم الاستمراريه والازدهار في ان شاء الله في الاذاعه وفي حياتكم كامله باذن الله. الله يطول عمرك لاله، شكرا. الله يجزيكم بخير، الله يلا كتفيدونا بزاف والله العظيم. الله يجزيكم بخير. بارك الله فيك، مرحبا لاله. شكرا حبيبه ديالي. مرحبا، تفضلي. الله يكثر خيرك حبيبه ديالي. اذا يمكن زعما انا غنقول لك اللي كاين، حنا ولفنا صراحه في هذه الاذاعه ما كاينش بحال اللي كنهضر مع بناتي، راه الله اللي عالم. بارك الله فيك. واحد الراجل بنتي، الراجل عمتي ما كيعيدش لينا، ما كيشريش لينا العيد،
والعائلة عارفين، ولكن ما كاينش زعما اللي كيهضر ولا اللي كيساعد ولا ما، واخا هما عارفين واخا تقولي لي ولا ما تقوليش، بحال بحال الامر بحال كما هو. وحنا كنقول لك نهار العيد هكاك انا ما عنديش مخالطه مع الجيران ولا اش غتخالطي، ما الحشمه وصافي. ما كنت ذاك نهار العيد ما نكذبش عليك، هذا ايام كلها وحنا في كآبه شديده، انت تشوف الناس تبارك الله الرواج والحركه وهنا وش كاين يتقدى وش كيعيش ديك الاجواء، حنا ما عندناش ما كنعرفوهاش حنا كاع نهائيا. يمي كان الوالد الله يرحمه اياه كان مسكين ما كان الله يرحمه ويستعليه ويرحمه مسلم كف اجمعين، يعني ما تيخلينيش دابا اختي ما كاينش، كل راسي راسي وكل كيديها في راسو. لا ولكن علاش راجلك ربما ما كيقومش بهذا الواجب؟ واش عنده ضائقه ماديه ولا هو هكاك ولا؟ لا هو مهمل، هو مهمل واناني، ما صافي قلت ما عنديش صافي، ماشي سوقو زعما هكا ولا، واخا يكون عنده كاع ماشي شغلو. اوه صافي حنا ولفنا بحال هكاك صافي، تعودنا تعودنا اختي هكاك، ماشي 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 في العيد الكبير وبجميع الاعياد ما كاين ما كيعرفك حتى شي حاجه نهائيا. عندك وليدات؟ عندي يا حبيبه ديالي. شحال العمر ديالهم؟ عندي 12 عام 6 سنين وخمس سنين. تبارك الله الله يخليهم. عندي يخليك صحتك حبيبه ديالي. واش غادي نديرو بنتي حنا مكابرين مع الوقت وصافي بالزمن، والله العظيم كنهضر معاك كل ما عي في عيني وكتشوف الناس كيفاش كيعيشوا الاجواء فرحانين ماشي يصدع عليك. هو الحمد لله على كل حال ما نقدرش نقول شي حد راه ما معيداش ولا ما عنديش ولا ما نقدرش ما ولفتش الصراحه، عشت بواحد الجو زوين والعائله وما ولفت زعما ما نقدرش نقول شي حد ما معيداش، كنقول لهم طاس صباح دعي حتى نجيبوا العيد ولا راه معيده عند شي حد ولا لا غير تصد عليا ما كنبات حتى العيد عاد كنبانو. هادشي اللي كاين حبيبي والله كيدوز العيد جزاكم الله. دابا بنتي اللي غنقول لك والله عايو عالم بيا، حسبي الله ونعم الوكيل. نيلا حسبي الله ونعم الوكيل، ديرنا في هذه الحاله حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي بامكان ديالي يشريه، الا بغى يشريه لكن ما كيبغيش ومهملها من راح الدرجه ما كتصورش. واللي شافو في الزنقه يقول لك هذا السيد راه ما نعرف كاع شنو ولا شيء والو. ايوا صلي على الله، الله تبارك وتعالى هو ياخذ لنا حقنا. وشحال هذه من سنه بيناتكم ديال الزواج؟ هذه اختي 14 سنه قولي 15 بهذه. وانتم بنفس الطريقه ديال العيش؟ والله حبيبه ديال نفس الطريقه، ملي كان الوالد الله يوليه برحمه الله اياه كنت ما نقولكش مسكين ملي توفى صافي سيهز يديه. يعني كان الوالد ديالك واخا مزوجه هو اللي كيجيب لك العيد ديالك؟ مسكين هو اللي كيجيب العيد، هو اللي كيكسب الدراري تخرج المدرسه، كلشي مسكين في رمضان كلشي مسكين الله يبارك فيه برحمه الله. ويعطيني فلوس من شي حاجه نجيبها في الدار وهكذا صافي. حتى الخوت كانوا ملي كان الوالد كانوا يعرفوا انه هو مسكين كيوصيهم اختكم دابا ما بقاش شي، دابا كلها كيعرف راسو ولادو صافي. الله يسلمك. شفتي بكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل حبيبه ديالي. انا كنصلي وكنهلكو في الله تبارك وتعالى. ما كيحل خلا الحمد ربي كنزيد. وهذه هي الكارثه العظمى. اللي كيشوفو تيقول لك السيد ما خاصو حتى حاجه راه بخير عليه، وهاد الطبنديضه الخاويه. حبيبه ديالي. يلا. عجيب. ولا حول الله. ما عرفت اختي انا والله ما عرفت غادي ندير مع هاد السيد هذا، ما عرفتش. ما عرفت حبيبه ديالي، والله ما عرفت. جزاك الله حبيبي. وشكون اللي خلاك زعما تستحملتي هاد 14 سنه فحالك يعني ما تتكلف حتى بحاجه؟ واختي اش غادي ندير؟ والحبيبه ديالي اش غادي ندير؟ انا لقيت الوالد معاوني وديك السيده ما حسيتيش داك الساعات؟ عطيك السرها يعطيك الرضا. انت فهمتيني حبيبه، ما زعما ما كنتش كنحس بديك الشيء، والحمد لله زعما الوالد راه عنده هذا وحتى داكشي اللي خلاه والله ما قسمتو معاهم والله صافي، غير مات الوالد كلشي كلشي نفطني كلشي نكرني، حيت الوالد مسكين كان هاد الصغيره فيهم انا اللي هادزني وانا اللي يعني معتني بيه لواحد الدرجه وكيبغيني بزاف 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 والله العظيم. اللي كيقول له شوف راك ديتي الذهب المشحط، شي الذهب قال لي اللي عندي هو هذه هي اللي ديتي، وكنصبر وماشي زعما من ديك اللي كنطلب اي حاجه واللي كنقول ليه ولو تقولي مسامحه وحقوقي كلها نقول ماشي مشكل، ولكن الحقيقه حسيت بالدقه الكبيره تمشي عليا الوالد رحمه الله. ولا هضرتي معاه مثلا الزوج ديالو قلتي ليه راه بغينا نعيدوا مثلا ولا هو شنو تيقول؟
زعما انت هذا غير هذا العيد الاول الله يهديك راه ما كاينش ما عنديش ما عنديش بغيتي ندير لك شي نطاق ما عنديش ها هو زيدي ما عنديش صافي كمليها صبري انت ما كتشتغليش ياك مع اختي لا حبيبه ما تنشتغلش وما فكرتيش انك تشتغلي اختي فين غادي نشتغل فين الحبيبه ديالي راه عييت من درك كنمشي نبيع شي حوايج باليين كنمشي للسوق هكا وغير الفرق على الفرق الخبر عندك غير 50 درهم وكحلت عليك جبلي الله انت راه عندك الفلوس مخبياهم ما كنمشي غير تخبيه نمشي نبيع لك الحوايج باليين ديالنا حنا اللي نقصنا ولا شي حاجه كنمشي تنبيعهم ما باش كنحرك شويه خلصت شي حاجه في الدار ولا والله وثق لك الخبر ويلي 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 قلت لك ما تيرحم ما تيرحم ربي تنزل وما تيصرف عليك وما والو والو اختي الله ما تيصرف ويمين والله واحد العواش ما سمحيليش لك قلت عليك راه الله ولي عالم حنا بيناتنا الصراحه راه والله اللي مطالع بيناتنا الله لا اله وتقولي اختي الان راه عرفتي اقسم لك كنهضر معاك الان انا بشوع والله اختي انا بشوع اقسم لك كبير ماشي يعني بابا راه هادي شحال القفوه ما دخلات للدار واش تقولي لي انا كندعي لله فقط كندعي لله تبارك وتعالى فقط حبيبي ديالي وعلاش ما تشوفيش الجانب القانوني في هذا الشيء لك باش انسان لازم ينفق عليك وعلى دارو الا عنده والله ما ينفق قالتها لي قال لي جدا ندوزها عليك حبس وما نعطيك تريال قالتها لي قلتها لي ودعيت ومره وحده وجات السيد عاوجه داك الشيء قال لي سيري الا بغيتي تمشي انت سيري وقال لي انا جهده قال لي ندوزها عليك حبس ندوزها حبس ونخرج لا ولكن دابا كتقولي لك فما كتدخلش للدار وحتى حاجه ما كيديرها هو ما كيعيش كياكل برا وما تيجيش ما كيجيش للدار وكاع والو والله اختي ما تيجي لا كيجي شارب كران يجي مع ديك الفجيره هكاك الربعه الثلاثه علاج غادي علاج ولكن الشريفة دابا زعما يعني وليداتك سن سن فيه شويه حرج شنو اللي مصبرك مادام هاد السيد يعني ابسط الحقوق اللي خصو يعني انت الدار ما كايناش اقل حاجه ما كايناش ما كايناش حبيبه والله انسان كيصبر على شي انسان اللي غيتقاد اللي كيدير مجهود اللي باغي يجمع شملو زعما شنو يخليك صابره ما اش غنقول لك راه جالسين وصافي ما لا حول ولا قوه الا بالله وصافي حتى الدار اللي هادي فيها راه ما كاريها ما هي ديالو ما والو حنا ساكنين ديال واحد السيد حنا ساكنين فيها ما تيخلص لا والو الضو ما تيخلص لا كرا لا ما لا الضو لا مصروف لا والو لا امينه نرجع معاك لواحد النقطه قلتي انت عندك خوتك تبارك الله ياك يا حبيبي مسك عليهم الله الحمد لله والوالد ديالك خلى لك شي حاجه ديال الارث ايوا علاش ما تستقليش ما بغاوش اختي لا ما بغاوش اختي داك الشيء دابا هما هاربين وما بحقهمش ما يبغيوش راه كاين القانون راه كاين القانون في البلاد راه ما كاينش حاجه سميتها انت معاهم في الحاله المدنيه ولا ما كاينش في الحاله المدنيه كاينه حبيبه كاينه في الحاله المدنيه ياك ايوا صافي القانون كيضمن لك الحق ديالك يشريو هما الحق ديالك كاع الا ما بغاوش مثلا كانت شي سكن مشترك ولا شي ارض مشتركه ولا شي حاجه اللي مشتركه راه القانون تيضمن لك الحق ديالك وكيشريو هما داك الساعات الحق ديالك باش ما يدخلش البراني ولا شي حاجه ولكن كتاخذي انت الحق ديالك لان هذا الشيء اللي كتعاودي عليه راه شوفي هذا الزوج ديالك زعما شنقول لك الله يهديه وخلاص ولكن راه انت عليك واحد الذنب كبير لانك انت المستسلمه داك القضيه ديال اللي بغى شي يكون خوتي داو حقي ماشي مشكل ما عندي ما ندير هذا الراجل ما كيصرف ما اب ما تيربي ما كاين ما تيعيد ما تيدير حتى حاجه صافي ما عندي ما ندير ايوا وانت من الامينه راه تخرج على راسك انت كتهلك راسك انت في حد ذاتك بهذا التصرف بحال هكا خرجت عليه وليت مشيت لهذا الطبيب ديال الاعصاب ورانا سي نورمال طبيعي ان الانسان يوصل ماشي غير للاعصاب اكثر من كاع ومشيت عند الطبيب الثاني بقيت شحال وانا معاه وعرفتي شنو نقول لك وصلت واحد الحاله يرثالها وشوف لالا امينه ما تبقاش في هذه الحاله اللي يرثى لها علاش لان كل شيء بيدك الحق ديالك وحتى الجانب المادي راه يعاونك باش تنفصل على هذا الراجل وداك الشيء اللي كتب الله واخا دير به اقل ما يمكن وتصرف على وليداتك وتقريهم وتربيهم وتكبريهم في واحد الجو سليم منك ليهم حسن ما يكونوا مع اب بهذا الشكل بحال هكا وحسن ما انك جالسه غير بحال هكا تتساين زعما شكون يحن فيك وشكون يتفكرك وشكون هذا وانت حقك كاين يعني شي حاجه اللي هنا خصك كما تنقولوا نفض جليلك ما تبقاش غير تتبكي على راسك وانا ما عندي ما ندير وانا هذا الشيء اللي كتب علي الله وانا هذا لا راه سمح لي راه عاوتاني كاين شي حاجات اللي حنا كنديروهم عندك حقك في الورث ديالك نطالب به ما بغاوش كاين القانون هاد الزوج بهالطريقه هكا نكمل معاه درتي استدعاء المره الاولى بهالطريقه يعني ما تيصرف ما تيدخل للدار ما تيدير حتى حاجه يعني يمكن عدم تواجده احسن من تواجده راه الا جاي الا كيجي غير شارب وما فيه ما يدار ويمكن كلمه مزيانه ما تتسمعهاش منه فهنا الانسان هي شويه ماشي حتى بزاف شويه ديال الحزم مع نفسه
باش ما تضيعش انت وما تضيعش داك الولاد معك ولادك صغار. وكما قلت سكينه على الاول فيهم راه على بدايه سن الحاجه بدايه سن المراهقه 12 سنه و8 سنين و5 سنين يعني محتاجين الرعايه محتاجين الفلوس لان باش تربيهم باش تقريهم باش توكلهم باش تلبسهم هادشي كله كيحتاج ماديات وانت عندك الارث ديالك فعلاش نقولوا هذا الزوج هذا بالطبع العشره ديالو ما يمكنش تستمر بهذه الطريقه اللي كتكلمي والا كان عندك 50 درهم ما يجي ياخذها لك فمن الاحسن ان الانسان يوضع النقط على الحروف ويقابل راسه براسه ما يبقاش يساين شنو اللي هيجي من على برا شكون اللي هيتفكرني شكون اللي هيدير لي. ناخذ معنا مكالمه مواليه معنا لايمان من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا. وي مساء الخير. مساء النور. صافا شخباركم لاباس؟ الله يطول عمرك لالا. عواش البروكه بالصحه والسلامه. وانت كذلك لالا. الله يطول عمرك لالا. الله يطول عمرك. الله يخليك. بغيت ندوي مع الاستاذه الكوتش منى. تفضلي مرحبا. ولالا الوغ انا عندي جوج وليدات عندي بنيت عندها 17 عام وولدي تبارك الله 16 عام وجو سي ديفورسي يا 6 ans دابا. الوغ المشكل اللي عندي هو ان هذا الاب ما تيسولش في ولادو نهائيا وانا يعني دايره اكثر من المجهود مع ولادي باش ما يحسوش بداك الفراغ ديال باهم اللي كاين هو كاين وهو ما كيسولش عليهم معاهم في نفس المدينه هو ما كاينش معاهم الحبيبه في نفس المدينه هو ما كاينش ولدي اصلا ما كيعتبر ان باه ما يعني ما عنده ما يشارك معاه بنتي وصلت لواحد الدرجه ديال ان باه ميت كتقول انك باه مات مي انا كنحس شي حاجه عندهم الداخل ديالهم بغيت نخرجها منهم اي جاريف با مالغري انني كان لما كنتصرف معاهم لوسكو جو سوي لو بابا راه جو سوي لو بابا لوسكو جو دوا اتر لا مامون راه انا كندير لا مامون. نقول لك حاجه وحده لالا اول حاجه ما تخليش تكوني لو بابا توي لا مامون واش غندير الحبيبه جو عرفت يعني شنو معناتها جو في اتر لو بابا زعما انا نتكلف بهم من تكونش حاجه اللي خصها الصرامه نكون صريمه شنو كتقصدي انا جو سوي لو بابا اي لا مامون شنو قصدي؟ باغ اكزومبل مع ولدي باغ اكزومبل ولدي كيحتاج بشي امور ان لو بابا يكون حاضر فيها فهمتي انا جو لو في ا سا بلاس يعني شي حاجه اللي كتظني ان في التربيه ديالو خص رجل او ذكر هو اللي يوصلها لي يعني كان يعني لونغاج انا مع ولادي لونغاج اوفير ما كاين لا ديال هادي لونغاج اوفير او ما با دو تابو نهائيا او بارل دو تو او بارل دو ريان زعما كلشي كاين مي كنحس في الداخل ديال ولادي كاين شي حال ان موك يا مدام ان موك وما عرفتش انا ما كنستحملش على ولادي حتى النسمه وي لا هادي شوف الصراحه محدي مازال ما هضرتش مع ولادك ما نقدرش نقول لك هادي لان ما يمكنليش نعرف وحده انت كتهضري على لامبريسيون ديالك على انت شنو كتحسي مع ولادك اللي يقدر يكون حقيقي عنده وجود ويقدر يكون انت لانك تتقول هاد الاولاد محتاجين الاب يعني تتقدر تكون اون بروجيكسيون ديال لي سنتيمون ديالك اتوا يعني انت داك الاحساس اللي عندك داخل كتقول لا انا ما كرهتش كان ولادي عندهم الاب ديالهم ويكون حاضر وهاد المسائل خص الراجل اللي يعملها مثلا او الجنس الاخر هو اللي يقوم بها وهاد المسائل انا اللي نديرها مثلا يقدر يكون اون بروجيكسيون فانت كتعطي واحد الاسقاط ديال داكشي اللي كتحس على الابناء ديالك. ساشون كمدام ان زعما ربي اللي شاهد جي بري لينيسياتيف باش نمشي لعندو وقلت له شوف سكي سي باسي اونتر نو هذاك بوحدو الولاد ما عندهمش حتى ذنب في هادشي صافا دير شوف ولادك دير على ولادك مي لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي ما يسول ما يعرف شنو خاصه ما يعرف طبيب ما يعرف غير يسول فيهم شنو دارو في قرايتهم شنو دارو في نهائيا ودابا تنقول لهم سيروا عند مون كرون بارون باسكو باقي با عايشين وكيقول لي ماما ما تنحسوش بدوك الناس ما تنحسوش بهم يعني ما تقديش تبزي علينا ان احنا نمشيو ولا ما بغيناش نمشيو. المهم انت عطيها لا بيرميسيون هذا هو المهم. انا عطيها لا بيرميسيون ربي شاهد عليا لا انا كان سي ليسونسييل انت عطيها لا بيرميسيون هذاك هو الاساس ولادك هما اللي رافضين ما يمكنش تبزي عليهم كما قلتي كما انك ما خصكش تبزي عليهم انك تمنعيهم انهم يمشيو كذلك ما تمنعهمش انهم يمشيو داك الساعه راه مادام انهم هما كيحسوا براسهم ما مرتاحينش مع واحد في واحد الوسط انت راه كديري عليك لا بيرميسيون الا لا ولكن انهم هما ما باغينش هذا الاحترام لذاك الراي ديالهم باش ما نخلقوش واحد الضغوطات عاوتاني اكثر من يقدروا على اعتبار الكلام اللي قلتي يعني كتحسي ان ابنكم ان الوليدات ديالك حاسين واحد الضغط او عايشين واحد الضغط وانت الا بقيتي الا بز منك تمشي الا بز منك دير يعني كنرفعوا من ذاك المستوى ديال الضغط فهلا بيرميسيون كاينه السماح كاين بغاو يمشيو يمشيو ما بغاوش يمشيو نخليهم على خاطرهم نشرح لهم نقول لهم صله الرحيم نقول لهم ياك ما كيديروا فيكم حتى حاجه خايبه ياك ما كيغوتوش عليكم ياك ما هذا
نشرح لهم نوضح لهم, ولكن ما يكونش واحد الاجبار على انهم يديروا شي حاجه اللي هما ما باغيناش, باش ما يتزادش داك الحزازات وما يتزادش داك عاد مازال ما يكرهوا باش انهم يمشيو. هذه من جهه. من جهه اخرى كما قلت لك انا ما نقدرش نتكلم على الابناء ديالك, انا خصني نهضر معاهم ونعرفهم باش داك الساعات نقدر نحكم. كنتكلم انطلاقا من الكلام ديالي معك, يعني كما قلت لك الا كنتي عندك داك كنتي من النوع اللي بيرفيكسيونيست, يعني داك الانسان اللي خصو كل شيء يكون في التمام والكمال, عنده واحد النظره ديال المثالية في الأشياء. إذا عندك واحد نظرة المثالية في التربية ديال الأبناء, الأبناء خصهم يكونوا فحالك, الأبناء خصهم يديروا فحالك الآن, وكتلقى واحد التعليل لشي حاجة اللي ما دروهاش أو شي تصرف اللي ما عجبكش أو هذا النقص اللي جاي من جهة الأب. وإلا جينا نشوفوا راه أي حد كيجي هذا الإحساس, ولو أن الأب والأم يكونوا كتلقى دائما كاين مين كيوقع واحد الكومبورتمون أو واحد التصرف أو شي حاجة اللي كنحسوا أن كاين فيها شي خلل أو ما خصهاش تكون فحالك, كنبداو نقلبوا ليها على الأسباب. وفي الامهات كنلاحظ اكثر من الاباء, وخاصه الامهات انها كتبدا تردد براسها, فكنلقاو ان الطفل مثلا مريض او طفل عنده مشكل في الدراسه او تتقول لك الام انا مين كنت حبله به, يمكن تعصبت, يمكن درت فوقع داكشي علاش ولدي دار, او يمكن انا حيت حداه كنت كنغوت او في الفتره ديال الحمل, وكتبدا تحاول ما يمكن تلقى واحد المبرر, وغالبا ما كترد داك المبرر النفس ديالها. فهنا خص الانسان يعني قبل ما نتكلموا على العلاقه مع الاخر اللي هما الابناء ديالنا, خصنا نقادو ونديرو واحد إعادة ديال التأهيل ديال العلاقة ديالنا مع أنفسنا. يعني هاد لو سونتيمون دو كولبابيليتي كما قلتي, أنا كنخاف على ولادي, ما نبغيش نسمع تقيسهم, ما نبغيش هذا من فامي, كنكون عندنا واحد الخوف زائد على الأبناء, كندخلو في الإحساس بالذنب. أقل حاجة يديروها ولا ما يديروهاش كنبداو نحسوا براسنا أننا حنا السبب فيها, أو علاش ما درتش فحالك, أو علاش ما. أحسن حاجة أن الإنسان يدير اللي عليه ويتفكر دائما شنو هو الهدف من الأمومة, شنو هو دورنا كأمهات أو كآباء, داك لاكومبانيون, داك المرافقه ديال الابناء, باش نديروا لانهم عندنا بين يدينا واحد المشروع ديال الانسان, مشروع ديال المواطن, مشروع ديال الزوج, مشروع ديال الابن, مشروع ديال الشخص في المستقبل كيفاش هيكون, مشروع ديال الفرد في المجتمع. فعندي بين يدي واحد المسؤوليه كبيره ديال التربيه, اللي هذه هي اعداد هذا الشخص باش يكون هو فرحان في حياته, باش يكون ناجح في حياته كما هو باغي, ماشي كما انا كنتصور ان النجاح يكون, كما انا كنتصور ان السعاده تكون. مين كنحددوا بعد هذا كنرجعوا كنحددوا الهدف ديالنا من الامومه, وكنحددوا الدور ديالنا في الامومه, ديك الساعه كنشوف شنو نقدر ندير, شنو انا قادره انني ندير, وشنو نقدر نصلح. تحد فينا ما كامل, وما كاين شي ام مثالية, وما كاين شي اب مثالي, وما كاين شي واحد اللي خالي من الاخطاء, كلشي كيخطا. فنشوف راسي شنو كندير مزيان, ونعترف به الراسي, خصني بعدا نعترف به الراسي قبل ما نعترف به الناس, نحس براسي انني الحمد لله ها انا مرافقه الابناء ديالي, هاني حتى معهم واحد القواعد ديال التواصل الصريح, يعني اي موضوع نقدروا نتكلموا فيه, نقدروا نشرحوا, نقدروا نعبروا, نقدروا نتكلموا. هذه راه من احسن الاشياء في التربيه ديال الابناء, التواصل عن قرب, نعطي قيمه لذاك الشيء الجميل اللي كنقوم به, ونشوف الاشياء اللي انا نقدر نطور راسي فيها, ونشوف الاشياء اللي انا عاوتاني الانسان كذلك خصو يكون عنده القدره على التمييز بين اللي دار واللي تصلح واللي يقدر يدار, وما بين الاشياء اللي تنكلفوا راسنا بها من تيكون عندنا داك الاحساس بالذنب. وهذا كله كيطلب واحد العمل على الذات, وقبل من العمل والعمل على الذات كيبدا بان الانسان يعترف لنفسه, لان انت بنتي ليا مضطره راسك بزاف بهذه المسؤوليه ديال التربيه ديال الابناء, وكتحملي راسك المسؤوليه ديال كل شيء لدرجه الاحساس بالذنب. اول شيء نعترف لنفسي بالاشياء الجميله اللي كنقوم بها, ونقدر قيمه الاشياء اللي كنديرها, ونفرح بها, عاد داك الساعات ندوز الاصلاح. نتمنى لها خير مع وليداتها ان شاء الله يا رب. يا ربي امين. ناخذ معنا مكالمه مواليه, معنا لاله بشرى من الرباط. مرحبا بك لاله. عليكم السلام اختي. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته, عشا مبروكه. اهلينا وعليك اختي. تفضلي لاله, مرحبا. شكرا على هذا البرنامج. بارك الله فيك. الله يرحم والديك, هذه هي اللي نقول لكم انا. يا ربي امين. والدينا والديك لاله لاله اختك, شحال كيدوي فينا بجوج. بجوجكم. لا اللحظه اللي قلتي لي لاله والدينا والديك, الواحد يستغل. واش شحال كيدوي فينا هضره زوينه ملي قلنا والدينا والديك. انا اللي كندوي بكم تنقول لكم البارح نديها لوالديك. والدينا والديك لاله اختك الله يطول نعمك, كنبسطوا مع بعضنا. النظام كلها زوينه. بارك الله فيك الشريف الله يطول نعمرك. صحت العشيه. لا هي اختك, شكرا جزيلا. اختي بغيت نسولك الله يعطيك الصحه. نعم لاله. اختي انا مزوجه. مزوجه وراجلي مزوجه به شي 5 سنين هادي. ومين تنجبد حس الولاد ما كيبغيش شي, ولا انا باقي ما متاهلش. شحال السن ديال الزوج ديالك؟ ها؟ شحال السن ديالو؟ السن غالي انا ولا هو كبار. شحال تقريبا؟ تقريبا نطيبو. لا 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 بطلت العمر, بطلت العمر ان شاء الله. لا بشرى بنتي ليا مراكش هي واقيلا, ماشي رباطية. لا مراكش هي ساكنة في الرباط. مرحبا. قلت لك هو عنده الصعوبة.
وانا عندي 43 ومازال ما باغيش الاولاد وما بغاش الاولاد. وشنو السبب؟ هذاك هو ما بغاهمش بالمره. اييه وانت باغياهم؟ انا بغيتهم وما قدرتش نعيش هذه العيشه. تجيني بحالنا يعني متحبين ولا المهم ما عجبنيش انا هذه العيشه كاع. وباقي قدر فيا ما نخدم، باقي فيا ما ندير شحال من حاجه نشكر الله ونشكر الله. غير واش ما حرامش الى تكلمت؟ هذه الفقير اللي جاوبك عليها. حرام وحلال ماشي انا اللي غنقولها لك. زعما قلت لك زعما الأمومة من حقك، أنا ما نقدرش نجاوبك في الجانب ديال الحلال والحرام. هذا دور المشايخ والرجال والنساء ديال الدين باش يهضروا فيه. اللي نقول لك هو أن الإنسان من حقه لأن ملي كندخلوا مؤسسة الزواج كنكونوا داخلين لا بواحد الأهداف نعيش مع واحد الشخص هذا، والأبناء من بين هاد الأهداف كاين اللي ما تيكتبهم لهمش الله، ما كاين ما، ولكن لان كاين شي خلل في احد الطرفين وصافي ماشي مشكل. يعني داك الساعات كنتقبلوا الامر نقدروا نجيبوا الطفل نربيه وناخذوا فيه الاجر ولا طفله ولا هذا. يعني كاين واحد كاين وحدين اخرين اشياء اخرى، يعني متواجد داك الطفل في الحياه ديالنا من بين الاشياء اللي كتضفي واحد الصبغه وواحد الجماليه على الحياه غير تكون بالتفاهم ما بين الاشخاص. يعني ولا كان الزوج ديالك ما موافقش يعني راه خصك تاخذي القرار ديالك. وهذا الشيء اللي نقدر نقول لك هذا اللي كيما كونسيرن هذا الشيء اللي كي الجانب ديالي انا. مشيت انا بحالي مشيت وجا للدار وطلبنا وقال لك صافي غادي نجي وغادي نديرو ساري وغادي غادي غادي. المهم ديك الهضره ديال المهم رجعت قلت منين جينا قال لك لا انا ما مستعدش زعما مي سور الحمد لله خدمته بخير على مين تنقول ليه طلق يقول لي انا بغيت نطلقك هي دير عمرك شي دير عمرك في كصه وطلق في كصه كاع. شنو هي ديري عمرك في كفه وطلق عمرك نسين ايه انا يعني كيهددها سني او لا قال لك ندير لك شي عام مستديمه تندمي على حياتك كلها. هو انا ما باغيش لا واش هو عنده شي مشكل مع الوليدات واش عنده واش هو عنده شي مشكل في صغره ولا شي حاجه بحال ما عرفتش. هاد النوع ما تيكونش تيتكلم اصلا ما عرفتش اختي ملي كنهضر معاه تنقول ليه لا المهم انت ما بغيتيش الزواج. الزواج راه هو الولاد وهي العائله وهي واحد الدار تكون مستقر. انا تنحس براسي بانني بحال ما عايشاش وما دات هي ما كيصرفش عليا مزيان ما والو حتى حاجه هو الامر لله ونعم بالله. هادشي اللي نقول لك الامر لله. انا هي سولت درت التليفون لقيتو دار وانا نقول الله حتى نستشر معاكم. مرحبا بلاله يلا بشر الله يدير لك تاويل الخير امين تسد لك وتمنى. انا في الجانب ديالي كتوصلي يعني الباب في الحقيقه كنوصل الباب مسدود. وصلت اللي هي راه فعلا وصلت الباب مسدود وصلت لدرجه ديال واش طلق حلال ولا حرام. يعني الانسان كيولي باغي غير باش يكون الضمير باش يرتاح مع الله عز وجل. وهنايا هي باش قلت لها راه خصها الفقيه دكتور كريبان ولا شي فقيه واحد اخر ولا شي شخص ديال الدين اللي يقدر يساعدك في هذه المساله او يدير اصلاح ذات البين او هذا. يعني ما نقدرش انا ندخل في هذا يعني الكلام ديالي ما يكون عنده حتى قيمه فعليه في هذا المجال بحال هكايا. والانسان يقلب على راحته شحال قدنا نعيشوا شحال قدنا نبقاو. يعني الانسان ملي كيجلس مع راسو كيقول اش كندير انا في الدنيا ايوا النهار اللي يعني المهم ربما كيكون تخوف هنايا من هذا العنف وشكون يضمن لها انها الانسان تيقول لك الا ديري عمرك في كفه وتلاق في كفه وغندير لك غنفع لك غنترك لك. الحين الانسان كيبان عنده تخوف خاصه ما نصبح حناش كنشوفوا مثل هذه المشاهد يعني تيكونوا واقفين في دار القاضي وشكون اللي يضمنك انك تكوني معاه في الدار هاد الناس هادو هاد الناس اللي عندهم هذا العنف كطريقه للرد على الاخر ولا انك هذا راه طريقه اوسي ديال التعبير عن الحب. يعني من كثر التعلق ديالي بيه راه ما يمكنش نسمح فيك باش نسمح فيك راه نقتلك ولا نعيبك ولا ندير لك ولا نفعل لك. يعني واحد نوع من الامراض المجتمعيه والنفسيه. فهنايا شكون اللي يضمنك انك وانت عايشه معاه ما يوصلش هذا العنف بحال هكا؟ يعني نقدروا نتقلقوا على اي حاجه، يقدر واحد النهار نحس انا بداك الرغبه في الامومه ونقول لك انه مالك عايشني بحال هكا ونتزايدوا في الهضره ونوصلوا لشي حاجه اللي ما وصلنا لهاش من قبل غير بالمزايدات الكلاميه ونصدقوا في العنف الجسدي. فماشي هذا لانني خايفه من واحد رده الفعل من العنف الجسدي او التهديد بالقتل كاننا نبقى مستمره في واحد الحياه اللي ما كترضينيش. ونتمنى ربي يدير لها خير. ربما هي يعني كما قلتي وصلت للطريق مسدود صحيت كطرح سؤال للاجابه فيه ربما فقهيه اكثر منها نفسيه. ولكن المساله راه ماشي صعيبه على المراه لانه
لا مرأة ولا راجل إنسان في أصل يعني الزواج أكيد أنه كتكون واحد يوم الأيام كتقول راه يكون عندي وليدات أو إلا ما كسبش الله غادي نربي وليدات أو دائما يكون داك الشغف باش هدف من أجل البقاء وليداتنا راه كيبقاو هدفنا في الحياة من أجل البقاء فنتمنى ولا خير بإذن الله ناخذوا معنا لالا سعاد هاد المرة من الدار البيضاء مرحبا بك لالا تفضلي لالا سعاد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا شركم علينا وعليك لالا باش ما تمنيش يا ربي تفضلي امين مرحبا بغيت نتكلم عن خوت شمونة تفضلي الله يخليك انا هي المشكل ديالي انني تعرفت على الزوج ديالي وهو الحاله الماديه ديالو متوسطه والمشكل ديالنا اننا انا ساكنه في مدينه وهو في مدينه اخرى وطلبت منه يتاقل المكان فين ساكنه انايا وماشي مشكل كان في الاول مشكل شكون يجي هذا الاخر المهم انا بحكم العام ما كنتش في العمل ديالي المهم في الاخر نتاقل هو فاش نتاقل هذاك ما رجعش العمل المهم انا اللي بقيت تنخرط الى غير ذلك وكنتو مزوجين نتوما مزوجين والمهم زوجنا عندنا المسائل لا سعاد لك ممكن الله يخليك غير كسمعوا صوتك شويه مدبدب لك ممكن تستقر في مكان واحد ولا تحيدي لو طبغلوغ لك نسي ديرها للتليفون عافاك لا ما تنديرش حوت طبغلوغ مرحبا بارك الله فيك واخا دابا دابا احسن بارك الله فيك وقلت لك المهم فاش انتقل ما لقاش لا عمل بحث عن العمل هو داك الوضعية ما كان في ديك الساعة فاش استقرينا كان رمضان وقال لك أنا رمضان ميمكنش نبحث عن عمل إلى غير ذلك كيفوت رمضان فاش فات رمضان مشى للمدينة ديالتو فاش مشى للمدينة ديالتو هو عيط ليا قال لي ما عادش بقى نجي ما غاديش نجي ميمكنش نجي قلت لي ميمكنش دابا حنايا راه مستقرين إلى غير ذلك يعني بقى نستعمل قال لي لا هناك ما غاش نلقى العمل ديالي الى غير ذلك وما مولدش من طاقه صافي تفارقنا اها ايوا فاش تفارقنا دازت المده قال لي تنادم معايا الحال عيط عاوتاني تنادم معايا الحال قلت لي دابا انا ما يمكنش هي نبقاو نتفلاو حتى تقلب على عمل وبغيتي تجي مرحبا بك ما انا باقي انا حيت انا شنو 22 عام 22 يوم مازال ما مولدناش بعضياتنا بزاف يعني مازال ما عرفش طبعه مازال ما عرفش طبيعي الى غير ذلك شحال من يوم 22 يوم بالضبط ديال الزواج يعني ديال الزواج يعني تزوجتي نتوما في رمضان تزوجنا في رمضان لا 22 يوم باش التحق عندك وعشتوا مع بعضياتكم ولا 22 يوم دازت في هذه القصه كلها لا القصه كلها بدات يعني من نهار تعاقدنا تقريبا شي 3 شهور 4 شهور عاد تزوجنا يعني عاد تجمعوا في دار وحده ايوا المهم دابا ها قلتي لهم ما بقاوش يلعبوا دابا ما بقاش يلعبوا الى غير ذلك دابا انايا بغيت نعرف واش اشنو غندير واش يعني نعاود نرجع ليه مره اخرى او لا لا هو متمسك قال لك انا ندمت انا ما عرفتش اشنو طرا ليا ما كنتش في الوعي ديالي علاش خليت عليك وانا نبغيك الى غير ذلك انا متخوفه انني نرجع وغادي يبقى نفس المشكل يعني الاحتكاك اليومي معاه مثلا ما عرفهاش مزيان يعني مده ديال التعارف بحكم البعد كان عبر الهاتف مرات يجي يدي في الكونجي ديالو يعني قبل الخطوبه ولكن دابا ما يمكنش ما قدرتش نحسن من الامر لا مين كيكون هذا التردد فحال هكا وكما قلتي 22 يوم الزواج ماشي كافيه السيد اعترف بالغلط ديالو ديروا واحد الحاجه كنتكلم عليها دائما وكتنفع بزاف في الحياه الزوجيه هي الاجتماعات فاش اجتماعات في الخدمه نجلسوا نشوفوا هذاك 22 يوم بعدا انت بينك وبين راسك داك 22 يوم كان تعامل مزيان فيه شي صفات زوينين هذا شنو بات الانسان كيتخلع كي هذا حس براسو عالى عليك مثلا 22 يوم هو جالس بلا خدمه واش يبقى في هذه المدينه بحال هكا بلا خدمه اذا يقدر يكون راه مين تنتعرضوا لواحد الضغط ولو انه يكون بسيط وكل واحد فينا كيفاش كيعيش ويقدر يكون بالنسبه لها راه كان واحد الضغط كبير ما رضاش اتسيتيرا ردود الفعل كتكون مختلفه فشي واحد الا خلعتيه
تخبي له كاين اللي غير كينقز من بلاصتو كاين اللي كيسخف كاين اللي كيبدا يبكي كاين اللي كيبدا يضرب كي كل واحد كيفاش كتكون رده الفعل ديالو نفس الشيء بالنسبه للحياه ديالنا اليوميه وبالنسبه لكشي اللي كيجيبوا لنا هكايا الاحداث فندير واحد الاجتماع ونشوفوا حنايا بغيتي ترجعي ندمتي هذا ماشي مشكل اذا كيفاش نعيشوا قلتيها ترجع لكازا كيفاش تقلب على الخدمه شنو هو المجال ديالك شحال ديال الوقت تعطي لراسك واش 6 شهور باش تقلب على الخدمه ولا 3 شهور ولا في هاد 3 شهور في هذا على ما تلقى خدمه كيفاش نتعاملوا كيفاش شنو خصك ترد البال معايا شنو خصني نرد البال معك يعني هنا مازال كل الحلول وكل الطرق مازال مفتوحه يعني الانسان ما يشوش يقول لها صافي بعدا موقع المشكل الاول نشد الباب الله يعاون ما بقيناش هادري وعاوتاني ماشي كذلك نرجع نعيش نفس المشكل ما بغيتش نعيش نفس المشكل انا داكشي علاش ديروا اجتماع جلسوا بالورقه والستيلو وهضروا هذه دارت هذه ما دارتش ماذا ما ترجع اذا كيفاش تقلب على الخدمه شحال ديال الوقت شكون الناس اللي نقدروا نعتمدوا عليهم باش يساعدوك تلقى خدمه يعني الانسان كيخدم بحال اللي كيخدم على مشروع وداك الساعات كيعطي راسو فرصه ثانيه ويشوف شنو كاين يشوف الاخلاق ديال الاخر يشوف التصرفات ديالو يشوف التعامل ديالو اليومي حتى ديك الساعات الانسان يقدر يحكم نعم كوتش منى شكرا جزيلا لك ما سخيناش بك واكيد انا الموعد متجدد بك غدا باذن الله وحديثنا غيكون على التكافل في العلاقه الزوجيه شكرا جزيلا لك عفوا سكينة مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو برنامجكم الحل بين يديك عواشركم بركة مسعودة تنعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية وباش ما كتمنوا يا رب مرحبا وأهلا وسهلا بكل مستمعينا وبكل أوفيائنا وكالعادة تنرافقكم دائما في هذا اللقاء المباشر طبيعة الحل ساعة كنتكلموا فيها على أمور كتهم النفسية ديالنا وساعة كتكون فرصة للإجابة على كل أسئلتكم القانونية واليوم حضر معنا الكوتش منى صباحي مدربة معتمدة في تطوير الذاتي مرحبا بك كوتش منى أهلا سكينة أش أخبارك الحمد لله صحة لاباس الله يبارك الحمد لله الحمد لله كوتش منى اليوم كما قلنا غنتكلموا على التكافل بين الأزواج قد يظن البعض أنه ملي كنتكلموا على التكافل فإحنا كنتكلموا على التكافل المادي ولكن أوجه التكافل في هذا العيد كتكون كثيرة ومتعددة ملي كنتكلموا على أوجه التكافل يعني هذه مناسبة العيد للأسف في بعض الأحيان الناس ما كتبقاش على خاطرها ولكن هي مناسبة اللي المفروض أننا نوازنوا في العلاقات باش كل واحد يبقى على خاطره لأن المرأة كتبغى تمشي تعيد مع دارهم الراجل كيبغي يمشي يعيد مع دارهم كتكون مشاحنات خلافات في بعض الأحيان يعني يستحب أن نخليو الأمور في أوسطها نخليو كل واحد على خاطره أو لا كان تفقوا اتفاق معين نجلسوا مثلا في دارنا نعيدوا في دارنا ومن بعد كل واحد غادي يمكن يمشي يشوف العائلة ديالو ولا غادي يمشيوا جميع يشوفوا كل واحد يشوفوه شوية ولا شي حدا يعيد معهم في دارهم وعاوتاني عاودوا يمشيوا مهم كيكون اتفاق معين ولكن كتقدر تكون مشاحنات في هذا الباب هذا والراجل يقول لك انا خاصها تمشي معايا لدارنا مع انه ما عرفش شكون اللي حطت العرف ودابا حتى ديك المره راه والديه حتى هما والدين مساكن حتى هما بغاو بنتهم تعيدوا معاهم يعني منطق عجيب كاين جانب اخر هو صباح العيد الراجل كيجيب الحولي وكينقر كيدبح هذاك الحولي صافي لالا جمعي روينتك يعني ما ندير لك في الوقيته اللي المفروض انه تكون اجواء العيد فيها واحد النوع من المرح واحد النوع من الفرح واحد النوع من الانبساط الراجل كيجمع مع المراه والمراه كتجمع مع الراجل هو كيحيد مثلا حاجه وهي كتعاود تحيد حاجه يمكن هو يشوي الكبده وهي كتغسل في الكرشه تتكون واحد النوع من 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 من, من التكافل خاصه ملي كنتكلموا على لو كوبل يعني ملي كيكونوا غير جوج الناس او حتى ملي كيكونوا مع العائله بعد حين تيقول لك الراجل لا قدام والدي ما يمكنش ما خصنيش نعاونها ولا هي كتقول لك وانا قدام والدي والله ما نتحرك يعني فعلا كتكون واحد الصراعات يعني الحمد لله حنا كنقلبوا على اي مناسبه ونديروا المشاكل فوالا ما عرفتش علاش حنا هاد الازواج المغاربه كنتسناو شي مناسبه باش نخلصوا لانه ربما الحياه ابسط من هاد التعقيدات اللي حنا كان غير الله يهدينا جميع كل واحد فينا راه ما كاينش واحد فينا زعما ماشي غنقولوا باننا يعني ناس مثاليين حتى حتى حنا حتى انا كنشد الزكير هو حتى هو كيشد الزكير وتا منى راه كتشد الزكير حتى راجلها كيشد الزكير يعني هذه اشياء اللي نكونوا واقعيين وغنكذبوا على الناس اشياء اللي زعما في الحياه ولكن ما عرفتش علاش انا في بعض الحين بدا نسكن نقول مني انا شاده هذا الزكير هكا علاه زعما والله العظيم خاصك تقولي علاش علاش زعما ذاك الانسان كيبقى يحكر على الحاجه في الوقت اللي يمكن يتجاوزها
صرعات داخليه ما عرفتش اليوم ضحكت منى مزيان. المهم هي دابا عاد تقول لينا شنو واقع فيقتيني. مرحبا. هنايا نرجع للمبدا ديال دائما المشكل المستوى اللي كيتحل فيه المشكل الحل ديالو في مستوى اكبر من المستوى اللي تصاوب فيه المشكل. يعني احنا هاد الفتره ديال العيد راه نهار في العام فحال العيد صغير فحال مناسبات اخرى. يعني الانسان راه اصلا هذاك لو كوبل راه متشاحن العام كامل هذاك العيد راه ما جا غير المناسبه باش ديك المناسبه باش كتبين قمه داك التشاحن وقمه داك الزكاير اللي سميتي وقمه داك شد ليا مقطع لك. هذاك العيد كيجي واحد الفرصه لان كنوليو شادين في قنتنا لا مع انا ندوز مع دارنا لا انت هدوز مع داركم لا انت هديري هكا. انا كتجيني اسهل طريقه الانسان اللي ذكي وفوق من الذكاء هو انسان باغي العشره وباغي هدوم وباغي يعيش بخير. الى وصلنا لهذا الاحتكاك واش عند دارنا ولا داركم ماشي مشكل. هذا العام عند دارنا والعام جاي عند داركم راه مرة تيطير تيطير بمعنى الكلمه. وإلا مشيت لعند داركم او جيتي لعند دارنا بلا ما نكدوا على بعضياتنا نرجعوا دائما للقيمه الاساسيه اللي تكلمنا عليها الاسبوع اللي فات واللي تكلمنا نيت عليها البارح. القيمه ديال هذا العيد هذه السنه هذه واش هي واحد السنه اللي المفروض اننا نفرحوا بها ونحسوا بقيمه التكافل ونحسوا بقيمه الاخر ونحسوا بالجو ديال العيد والاستمتاع والاسره والتقارب ولا هي فرصه باش كما قلتيتو كاينه اللي شد لشحد السكاكين وكل واحد شكون يغلب وشكون والعام راه تيطير. راه هذا العام اللي دوزتو مع داركم العام الجاي مع دارنا وهذا العام مع دارنا العام الجاي مع داركم. يعني مسائل كتمشي بالتفاهم. اما الانسان وهاد المسائل كتفهم نقدروا نتكلموا عليها قبل حتى من الزواج. يعني علاش كنخافوا من هاد المواضيع؟ بزاف الناس كتجنب الكلام عن هاد المواضيع ولكن راه العام راه تيدور هاد العيد يوصل يوصل او هاد المناسبه اللي انت خايف منها او هاد المساله او مساله ديال الابناء نولدوا ما نولدوش نديروا ما نديروش نعيدوا في داركم ولا في دارنا الزيارات العائليه واش نمشي معاك عند داركم ولا ما هنمشيش واش هتمشي معايا ولا ما هتمشيش. هاد النوع من النقاشات راه خصنا نتكلموا عليه قبل من الزواج باش من يزيد ونشوفوا الراي ديال كل واحد ونعرفوا راسنا علاش داخلين ولو ان هذا ماشي شرط باش ان الانسان ملي تيدخل المؤسسه الزواج انه تيحترم الوعود ديالو. مي على الاقل كنكون انا بعدا درت اللي عليا وتي الا بغيت نتحاور معاك او هذا نقول لك واحد الشيء راه اتفقنا عليه او راه كان واحد الاتفاق شنو اللي تغير باش ان هذا الاتفاق ما بقاش او شنو اللي تطور او شنو اللي كاين. ماشي ان الانسان يعني تيتجنب داك المواضيع اللي محرجه او اللي يحس فيها مشاكل حتى الليله بليلتها وكتدخل في مشكل اكبر من ما كان ما كانش خصو اصلا يكون. وهاد القضيه هذه ديال العيد نفرضوا اننا ما تكلمناش عليها قبل الزواج من كان زوج نتكلموا عليها العيد هذا العيد هذا العام فينا نعيدوا عندكم ولا عندنا او نعيدوا في دارنا كما قلتي ومن بعد نقوموا بالزياره العائله الاولى والزياره العائله الثانيه. الحلول كاينه الحلول الوسطيه كاينه الحلول التي ترضي الطرفين كاينه الا كانوا الطرفين فعلا باغيين الاستمراريه ديال الزواج ديالهم. الا كان كل واحد حنا راه تكلمنا على بزاف ديال المواد مبادئ في العلاقه الزوجيه راه التكافل احدى هاد المبادئ ديال المحنه ديال انني باغي نسعد الطرف الاخر ديال انني كنحس بالطرف الاخر انني هذيك المره كيفاش كنتعامل معها او داك الراجل كيفاش كنتعامل معاه النهار اللي يعطيني ربي وليدات غيكون عندي داك الولاد حتى هما هيجيب اللي كنت تتعامل معاهم يعني انت ما تسودين وسودا نحط راسي في بلاصتو او في بلاصتها او نشوف بنتي ولا ولدي كيتحط في داك لا سيتوياسيون او في داك الوضعيه كيفاش نحس براسي واش يعجبني الحال واش ما يعجبنيش الحال. يعني الانسان ما يكونش اناني في اتخاذ القرار من غير ديال التكافل ديال نهار العيد ودروينه العيد راه تجيني انا بعدا شخصيا زعما من اجمل الاشياء اللي كاينه في نهار العيد هي داك التعاون على الاشغال ديال العيد اللي ما كتكونش عندنا العام كامل كتكون عندنا في ذاك الفتره كيبقاو ما كنتكلمش على حالات خاصه ديال العائلات مثلا الى عيدنا عند داركم ولا عيدتو عند دارنا ما كيبغوش اللي يقيس لهم في الكرشه ديالهم ولا ما كيبغيش اللي يدير لهم في هذا كاين اللي كيتناوضوا صداع داك صباح العيد صافي لالا ما بغيتيش اللي يقيس لك في الكرشه ديالك بالصحه والراحه شبع بها فهمتي البساطه في اتخاذ القرارات ما نعطيوش الاشياء اكثر من قيمتها. دائما نرجع للمبدا انا علاش هنايا باش نستمتع بهذا العيد باش الفرحه ديال العيد باش ندوز العيد مزيان اذا علاش كنقلب انا على مبررات باش نتعصب باش نطلع راسي بزاف باش نقول الهلا يعيدوا عليا عيد باش يولي ذاك العيد واحد النكد كنولي كنخفي منه من العام للعام. يعني ربما يعني كوتش منى هنا كيخص يكون واحد الاتزان وعدم الاجبار لانه في بعض الاحيان ربما الانسان ملي كيكون مجبر خصها ملي كتكون الاجواء مشحونه ولا ما مفهمش انسان ولا غيتقلق. انا في بعض الاحيان كنامن بواحد المساله الا الانسان ما مفهمش وتقدر يتحط في مواقف اصعب انا من النوع اللي كيهرب من الاخر. يعني نفضل انني نبقى مثلا ما مزياناش ما هذيك كنعطيها امثله عليا لا ماشي كيسيون ديال التقار. يعني الانسان افضل انه يبقى بعيد ويبقى زوين شويه
على انه يدخل الوسط ويكون خايب بزاف. يعني بعض الاحيان داك الاجبار كيقدر يدير مشاكل كبيره. الاجبار لا، انا ضد الاجبار باي طريقه، لان اي انسان مجبر على شي حاجه، راه الا عطاتك العسل حر وجبرتك على انك تاكله يقدر ما يعجبكش، يجيك سم. فهمتيني؟ فالمساله اي حاجه نجبر عليها ما تتعجبناش، هكاك الطبيعه الانسانيه، اللي تنبزو عليك ما تيعجبكش. وشوف غير في الدراري الصغار كيخرجوا يشريوا الحوايج معاك، الا بززتي عليه هذه وهي زوينه ليه ما تتعجبوش، ويقدر ياخذوها وما يلبسهاش. ولا اختار هو شي حاجه واخا انت ما تتبلش تتعجبو، يبقى يلبس فيها ويديرها وهذا، او اللعب مثلا، اللعبه اللي كيشريها هو او تيختار هو، كيكون عنده واحد العلاقه معها حسن، ولو ان هذيك اللي شريتي له انت غلا منها وحسن منها، ولكن تتبقى مساله اختيار. فكل ما جبرنا الشخص على 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 شيء في الحياه، ما كتكونش رده الفعل ما كتكونش رده الفعل يحيط عقباها، لان كان كيقول لك اون اتاك كونتر اتاك، فحال شي كره تنيسه الا ضربتيها بالجهد في الحيط، بنفس الجهد اللي ضربتيها كترجع فيك. نفس الشيء، هذا هو الاجبار. ملي كنجبر على شي حد بنفس ذاك الطاقه اللي جبرته كترجع لي واحد الطاقه سلبيه من الطرف الاخر. فالاجبار لا، هي عاوتاني مساله ديال نبعد نبعد نبعد، شنو بتنقدر نلقى راسي قطعت الاواصر بصفه نهائيه. هي مساله ديال عرفتي، فحال فحال لعبه الشطرنج، واخا انا ما تنعرفش نلعب لعبه الشطرنج بزاف، ولكن تنعرف بعض المبادئ ديالها. فحال لعبه الشطرنج كنحط حاجه، ولكن راه ماشي غير داك البيضق اللي كنحط هو اللي مهم، وانما الرقعه في حد ذاتها الاستراتيجيه، باش نحمي الرقعه كلها هي اللي مهمه. راه ماشي غير الحركه هي اللي، واخا تخسر هذاك البيضق راه ماشي هذاك معناتش انك خسرتي لاباطا، يمكن راه تربح بهذيك الخساره اللي خسرتي البيضق، فالاستراتيجيه هي الاهم من ذلك. يعني انا والزوج ديالي متفاهمين، عزيز عليا عزيزه عليك، كيدير لي خاطري، جا هذا العيد عندنا هذا، واش داركم ولا دارنا، ما فيها باس الا درت انا واحد التنازل مقابل واحد التنازل العام الجاي، او انه مثلا هو دار هذه وهذه وهذه، فماشي ولا بد انا حيت هو عيد معنا خصني انا نعيد معاهم. يعني المساله ماشي اللي درتيها نديرها، يعني كنشوف لك شي اشياء ايجابيه درتيها معايا يمكن في مجال واحد اخر كتشفع لك في هذا المجال هذا. اما اذا جينا بالنقطه والفصيله ولهذا، عمر المعادله ما تكمل. واكيد يعني كوش منى احنا مازال مستمرين بطبيعه الحال، مستمرين معكم مستمعينا الكرام. اكيد انه احنا كنساء راه كنحسوا بالنساء بحالنا، ربما كل وحده فينا كيخصها في الطبيعه ديالها، ولكن راه تنبقاو يعني مهما تقدمنا في المستوى في العلمي مثلا او لا في مستوى الوعي، الا وكنبقاو عندنا بعض الاشياء النسائيه ما كتبدلش. كمون ماشي نسائيه صراحه، هي اشياء كنكتسبها في المجتمع، ما فطرياش، مش مجتمعيه. هي المجتمع كيربي المراه فحال هكا والراجل فحال هكا، العائلات ان خصك ديري له خصو يدير لك، ان شكون اللي هيغلب شكون اللي هيفعل شكون اللي هيضرب، فكنلقاو راسنا في مشاحنات لا تنتهي. مع ان حتى التنازلات راه ما تنهضروش على التنازلات بصفه عامه، لان شحال من واحد كيبدا والله يسامح، تيجي واحد النهار تيلقى راسو انه قدم مجموعه ديال التنازلات، هذا دهائل من التنازلات بدون مقابل. بالعكس لقى راسو انه ولا بغى يهضر ديك الساعات كيقول لك علاش انت هضرتي دابا، لا في الراجل ولا في المراه، هذه 20 عام ولا 10 سنين ولا 9 عام وانت ما قلتي والو، علاش دابا جيتي تهضر؟ فالمساله هي مساله دائما نقول لك المبدا ديال نرجعوا لمستوى اكبر، علاش مزوجين؟ واش باش نعيشوا مع بعضنا حياه سعيده؟ واش باش تفرحني ونفرحك؟ واش باش تكملني وتكملك؟ واش باش نستمتعوا بحياتنا مع بعضياتنا؟ والسعاده هي الهدف، هي الاساس، وتكوين اسره متماسكه، وذاك المشروع ديال الاطفال اللي ربي عطانا الاطفال، مشروع مواطنين صالحين وابناء صالحين، ولا شكون فينا اللي هيخرب؟ ونتمنى التوفيق للجميع. اليوم راه ماشي جينا من العيالات، راه الله يحسن عليهم حتى الرجال، راه كاين بعض العيالات اللي كي اللي في هذا العيد راه كتولي فيها الحولي بكرونو، واخا حنا غنعطيوك فاصل، حنا غنعطيوك فاصل بجدوري غير واقبل باش ما يبقوش الحال في الرجال، راه كاين شي عيالات اللي خاصها تبدل البانيو وخاصها تبدل الوالي الكوزينه كاملين وتكيسوا شويه على رجالكم عاوتاني السنمية، راه هذا العام قضيه قاصحه شويه ودخلت المدرسه والعطله، فالانسان يقضي بداك الشيء اللي عنده ساعه العيد راه دايزه، الانسان ما يقضيش جداد. لا انا والله غنقضيو بداك الشيء اللي عندنا، باقي عندنا القصبه علاش غنشريو جداد؟ علاش خاصني نمشي فاصل باش تحبس الضحكه مونا، فاصل علاني وراجعين لكم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك، واحكي لي نقصك على 05 22 42 72 50، او لا 51 او لا 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كيسبتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا وفينا الكرام عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. غادي نمشيو نستقبلكم مستمعينا، ناخذوا معنا اتصال معنا لالا امال من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا امال. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، واش مبروكه؟ واش دينا وديك لالا باش ما تسمينيش انت والكوتش اللي مرحبا.
اختي عفاك عجبني الموضوع ديالكم اليوم. مرحبا جيناك على قلبك وقيل. لا انا عارفه اللي ما غنجي بزاف العينات على قلبه صافي وغتلقاي الرجل كيتنيس لافان ديال الغمام حتى الرجل راه الرجل تما راه خصنا نصفتهم في الاخر باش ما يقولوش هي كتجي غير من العيالات بحالك. مرحبا بلالا. عندي نفس هذا البروبليم هذا كل عام كيتعاود داكو غير انا حاجه واحده انا ما كيعلمونيش حتى كنلقاهم في الصباح جايبين الحوايج ديالهم وواقفين دونك ما كياخذوش الراي ديالي اون بليس راجلي حتى هو لا ميم شوز ما كيتشاورش معايا بزاف الحوايج بزاف الحوايج يعني هما كيجيو يعيدوا عندك كيجيو يعيدوا عندي الوغ كو نورمالمون كنعرفوا بان الاولاد كيمشيو عند والديهم نورمالمون انا هادشي اللي عرفت في لافامي ديالنا بان هذا خويا كيجي عندنا فاش كنت باقا ما نتزوجاش وهذا مي هنا تعكس هاد الامور الوغ كو حنا جوي اون دي ابارتمون هما عندهم ابارتمون انا عندي ابارتمون ما كنعرفش شنو هذاك زعما اونتر بارونتاز بحال كتجيني انها كديرها اكسبري ليا يعني قاصدين ان يديروا هذيك القضيه والله اعلم يعني كنقول ما نديرهاش في بالي لا ما نتعصبش العيد العواشر هذا دونك غير الصباح غندبحوا وغدوزوا هذا مي في واحد الوقت كتوصل عليا ديك 11 12 نهار صافي كنحس براسي تعصبت ما كنقدرش نستحمل داكشي. شنو كيبقى واش انت بوحدك اللي كتكوني في الكوزينه وتبقى كلشي جالس ولا شنو؟ كنكون غير انا بوحدي اللي في الكوزينه واقفه وضروري من تدخلات لا دير هذا لا زيد هذا نقص هذا لا راه ما هذا الشيء ماشي هو هذاك دونك كون غير فهمتي خلوك هكايا ترونكيل صوب داك الشيء ديالك كيف ما بغيتي لا كاين حتى تدخلات. انا كنعرف اللي بغى يصوب شي حاجه يخمل على يديه يخمل على دراعه والله كنت واحد المره تسمت البرنامج والكوتش مسحات واحد السيده ونيت عندها بحال هذا المشكل هذا قالت ليها انت ما تبقايش تشوفي داك الشيء عيشي حياتك ما تشوفيش داك الشيء قدامك وحاولت نديرها مي ما كنجحش فيها بزاف زعما الصراحه ما كنجحش. علاش علاش ما تعبريش على داك الشيء اللي كتعيشيه؟ علاش الواحد يعني مثلا انت كضرب تمره بوحدك واللي معيد مع شي حد وجايب عيد وتا هو يعيد معاه يعني داك القضيه ديال وكيتشرط من الفوق دير وما ديرش حتى نعرف انه خصو يجي بيديه انا الا كنبغي فيها الفلاح حمراء ولا كنبغي فيها هذا نصوبها بيديا ما نقولكش دير هكا ولا ما ديرش هكا. علاش زعما غير بلا عصبيه بلا تقلق بلا ان الانسان يكون على اعصابه لان تيكون مضغوط بشويه علينا نقول لك زعما واش ممكن تجي تعاونني واش ممكن تجي تقابل هادي او ندير لك انا كاع الكبده نقول لك هاك صوبها عافاك انا راني خايده في حاجه اخرى يعني تقاسم المهام ببساطه بدون ان الانسان ما يحس انه مجبر انه يقوم هو بكل شيء مادام هما اختاروا انهم يجيو يعيدوا معك. دابا حنا انا بعدا هذا في يدي انني ما كنهضرش على داك الشيء اللي دارني انايا او لا حسيت هضرت مع راجلي وقلت له فوالا راه زعما هذا الشيء ما كيعجبنيش او لا يعني ما كانش عليك دير بحال هذه الطريقه هذه حتى تجيو في الصباح ما كتعلمونيش ما كنكونش موجبه راسي وهذا هو ديما كونتر ديما يعني هذاك الشيء اللي كنقول انا ما عندوش حتى شي علاقه بالواقع وبانني غير كان كيف نخلق مشاكل او لاش حاجه انا كو انا زعما ما غنشكرش لك راسي كنستحمل ولكن فواحد الوقيته كنحس براسي مبلوكي واخا كنقول لك مبلوكي راه كندير والو كنبكي بوحدي ايوا علاش علاش تبكي بوحدك وهذا هو اللي تيتسمى الضغط يولد الانفجار نهار غادي نفجري يعني غتكون قضيه واعره فوالا وتسمى مالها تبدلت علينا ومالها ولات هكا وكانت قبل كدير مزيان ودابا ما بقاتش كدير مزيان فين ان راه ماشي كاستيون راه انت نهائيا انت كتستحملي شي حاجه اللي فوق من طاقتك الانسان يعبر على داك الشيء اللي في الداخل ديالو والعيد راه تعاون واخا هو ما يتصنتلكش لانه هو يمكن عاوتاني الطريقه باش كتوصلي لي الفكره ديال ان عائلتك راه جايه متقلع عليا علاش عائلتك جايه بالعاني دوز عندي العيد لا نعتبرها ان فحال واحد الفرصه نتجمعوا نضحكوا نشطوا ما كاين حتى مشكل غير هي ما عرفتش التعاون. كلامك هو الكبير ولكن فاش كتلقاي بان الام ديالك كل ويكاند كتجي عندك كل ويكاند وكتحسي بها بانها ملي كديرها كديرها وهي فرحانه بحال فهمتيني انا كنت عليك الويكاند يعني مساله انها جايه عند ولدها بغيتيها ولا ما بغيتيهاش فهمتيني شاك ويكاند شاك ويكاند بحال هكايا كتجيني بحال بنادم كيدير هكا اكسترا وانسان خدام يعني عنده داك سامدي ديمونش راه كتسناك الشغاله تقداش ما همايا
يا الله فين كتلقى راسك بانك في الدار ما حراش ما كنحش براسي ليبر هنايا مدام المساله كتكون مازال الواحد اللي كيزورك مره في الشهر ولا في الشهرين ولا يمكن كاع مره في العام كتكون محتاجه واحد الاستعداد كتخصك توجد ليه الغداء وتوجد ليه العشاء يعني كيكون واحد الاستقبال لان واحد الزياره اللي كتكون فعلا غبا من ذاك القضيه من حين الى اخر ومتباعده هذه راه شاك ويكاند الا كانت كتجيك شاك ويكاند من الاحسن تعتبري في هذاك الويكاند راه كتجي لدارها زعما باش ترتاحي نتين داك القضيه ديال شوف اخالتي اللي بغيتيها نوضي صوبيها اللي بغيتيها نوضي قديها باش نستمعك شي شويه نفوج عليك دابا عاد عرفت علاش ما غنجوجش ولدي غنمشي لكل ويكاند الناس غادي تلاح منا صافي غنشدو حدايا نقول يا وليدي تيدي مول الامانه امانه الله يعاونك لا عندي حل زوجي ومرتو تجي تشوفوا في الويكاند هذه فكره هذه فكره ايه مزيانه ياك مجدو لينا هادشي اللي غادير مع فاروق ياك الله يخلي لك ديما ضاحكين يا ربي والجميع بعدنا الله يفوز عليك شوف لا 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 هنايا التعامل مع الامور ببساطه انا متفقه معك يعني شي حاجه اللي كتضغط على الاعصاب كل انسان مسكين مشتغل الاسبوع كامل وكاين انسان داك الويكاند يرتاح شنو بات واخا ما يكونش عندك شي خلات اخرين كتبغي غير ترتاح جبد رجليك وما تهزش الدبيله لشي حاجه احسن حاجه كنبغي نديرها شاك ويكاند ولكن ما كتحققش ليا لا لا حققيها اعتبريها قولها لا عسي الانسان يكون في التعامل باريحيه بلا ما نعقد الامور شوف خالتي انت دابا عرفتي شنو هذه دارك ودار ولدك وديري اللي بغيتي ونوضي بغيتي تصوبي اتي نوضي صوبي بغيتي تصوبي قهوه نوضي صوبيها مرحبا بك وانت نرتاحي من نوضي تصوبي عشاتك راه انت كتصوبي عشاتك مثلا نوض نصوب عشاتي نصوب غداتي نصوب غداتي عادي داكشي اللي كنصوبو ومن يجي وقت الراحه ديالي نقول سمح لي خالتي عرفتي راه كندوز الويكاند كامل عيانه وانت راه انت في دارك اللي بغيتيها هي حداك ونمشي نرتاح ما انا ما مجبراش انني وخاصه ان الزياره كل اسبوع داك القضيه ديال هي والويكاند فحال فحال انني نكمل الاسبوع ديالي في الخدمه والتماره والتوتر ديال العمل والمشي والمجي ونزيد نكملو بالتوتر ديال استقبال الضيف لان انا ما بقاتش ضيف راه ولات مولات الدار كل اسبوع صافي ما بقاش الانسان باش عاد يوجد الانسان يتعامل مع المساله باريحيه ونتعامل معها يعني ماشي ديك القضيه ديال على اعصابي لان كل ما كنت انتين على اعصابك كل ما هي تحس بدك على اعصابك كل ما هي دارت معايا انت درتي معايا عاد كيوليو خلاتي سكين على تولي شد والاخذ بالعكس يعني ربما الا تبعت هذا الشيء اللي قلتي لها كوتش منى حتى السيده الا كنت كديرها باش تفقسها باش تقلقك لان الله يحسن العوانه كتكون واحد النوع ديال الغيره و يعني شي اشياء ما كيفهمهمش الراجل يعني الا حتى كانت هذه النيه فاش انت غتاخذي الامور يعني ببساطه حتى هي ربما صافي كما كنقولوا غتلقى ديك الطريقه باش كتستفزها ما غتبقاش بصح بصح لان وهذه هي المساله اللي كذا مره نصحت بها النساء وتنطبقها انا في حياتي واحسن طريقه شي واحد اللي كيبغي يستفزك بحشيه الهضره مين تتجلس معاه هذيك بلا ما نهضر هذيك بلا ما تهضر انا ولفت الان نقول لك تخيلي الانسان مين تتجلس معاه هو في المعاني عرفتي شنو فلانه زعما حقا ولا ما تهضرش عليك فلانه دارت ودارت ودارت لحماتها ولا دارت لولدها ولا دارت لبنتها ولا فعلت ولا شرات ولا وانت كتحسي بهذيك الهضره راه عليك انت اللي عليك عرفتي احسن حاجه تمشي معاه في الاخر بصح ولا استغفرت الله العظيم ما كانش خصها دير بحال هكا وانت عارفه انت درتي نفس الشيء وذاك الهضره سيري معاه في الخط او ما تعتبرش راسك فهمتي انت غبي ما كتفهمش هذا هو الذكاء الحقيقي نمشي معاك والواحد كيجرب المره الاولى المره الثانيه المره العاشره ديال يقول لا هذه يمكن الخا هذه ما كتحش هذه اختي هذه ما كتحش هذا الشيء ما كينفعش ما عادش كيولي عندك الثقار الا بغا شي حاجه يجي يقول لك صراحه سينو صافي لان انت الا اعتبرتي راسك تتفهم من داك الشيء الهضره اش كيولي كتولي اللعبه ديالو المفضله والا هضرتي كنت فيك الفز انا بصح كنت كنهضر على ولد عمت خالت بنت مول الباج اللي ما عرفت شنو دارت وانت جاتك بجنبك انا ما فراسي اصلا داكشي اللي درت يعني دائما انت كتكون غلط فهمتي ولا ما فهمتيش اللهم الواحد ما يفهمش ويبقى عايش حياته على راحته واللي بغى يقول لي شي حاجه تيقولها لي مباشره الله يعطيني هادشي اللي فيك نمشيو ناخذوا معنا مكالمه اخرى مع تحياتنا لالا امل نتمنى ربي يدوز الامور على خير نتمنى انك تاخذي بالنصيحه بطبيعه الحال بقدر مستطاعك ناخذوا معنا السي علاء الدين من فاس مرحبا بك سيدي الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نشكركم برنامج بارك الله فيك سيدي علاء وكنحيوكم الى كان ممكن سيدي علاء الله يخليك الى ما نقص الراديو بقى معنا في التليفون باش ما يبقاش صدى الصوت ونقدروا نتواصلوا مع بعضنا احسن الله يخليك بغيت نشكركم على الروح المرحه بعدا اللي كتخليونا ديما فرحانين معكم صراحه بارك الله فيك سيدي الله يطول لي عمرك وعندي واحد النقطه اذا كان ممكن تفضل كنلاحظوا مع هذه الايام هذه
كتدخل الموقع الاجتماعي الفيسبوك كتلاحظ ان السوق تحول كامل الفيسبوك. يعني كاين واحد النوع ديال التفاخر، كيوقع واحد النوع ديال التفاخر. بغيت نقول لهذوك الناس الله يجازيكم بخير، ان راه كاينين الناس ما معيدينش، كاينين الناس اللي ما فحالهمش، كاينين الناس اللي 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 الله يكون في العون الا كان عنده الا كان شاري شي حاجه. داكشي داكشي بسيط. وبغيت نقولوا بالضبط اشاره اخرى لبعض النساء الله يهديهم، يعني كتحتقر الراجل ديالها على اساس انه كيجيب ليها مثلا واحد الاضحيه اللي ما كتقنعهاش. مثلا كتجي كتقول ليها ودي هادشي اللي جبتي لنا، ولا هاد المشهد اللي جبتي لنا، ولا خصو يكون بالكرون دايرين خصو يكون راه داكشي كيبقى سخرتي الله، سنه من عند الله عز وجل، وكيبقى قربان لله عز وجل. يعني بنادم يتخذ هذيك السنه وقربان لله عز وجل باش يتقرب منه، والله يتقبل صالح الاعمال لنا منا ومنكم اسيدي، منا ومنكم اسي على الدين. ونشكر على تواصلك معنا، واكيد ان هادشي تكلمنا عليه وتكلمنا عليه. يعني الانسان كل واحد رزقه، داكشي اللي مكتب الله، ما كاينش انسان يتقل كاهل الاخر. الله يحسن العوان، خاصه هذا العام كما قلنا رجاو المناسبات متقاربين بزاف. يعني انسان رمضان، العيد الصغير، الانسان خرج يفوش شي شويه على قدر مستطاعه، الدخول المدرسي، العيد الكبير، الله يحسن العوان. فالانسان يعني الذبيحه غادي تذبح وكل شيء غيولي بحال بحال ديال بحال ديال 60 بحال ديال 100 بحال ديال 20 بحال ديال 30. راه تنفقدوا القيمه ديال العيد. علاش انا الاسبوع اللي فات ولا هذا الاسبوع وكنأكد عليه ومازال نأكد عليه، راه ملي كنفقدوا القيمه الحقيقيه ديال العيد وديال الاضحيه وكنتساو علاش دارت. بالطبع ما كنوليو في مظهر من المظاهر الاجتماعيه، كاين اللي كيشري العيد وكبير وكل شيء، ولكن راه ما عارفوش علاش كيدير، شري غير من اجل ارضاء النفس ديالو. اذا هو كما قال السيد اللي اتصل، ما بقاش قربان لله عز وجل، ما بقاش اضحيه، ما بقاش سنه، ما بقاش بالقيمه ديالو الدينيه الحقيقيه، وانما ولا تفاخر بين عباد الله. هذا شراه بالقد والقد، وهذا جابه بالقد والقد، وهذا اش دار وهذا واش درش. يعني هو هذاك العيد مشيت ماشي فقط ما خديتيش الاجر، وانما خديتي الذنوب فيه للاسف. نتمنى خير للجميع. مشكور السي علاء الدين من فاس على تواصلك معنا. مرحبا، ناخذ معنا لاله مجده من مكناس. مرحبا بك لاله مجده. الو، مرحبا. لاباس مبروكه علينا وعليك لاله، باش نسمي نيسي يا رب. كي دايره انت وكي دايره الدكتوره اللي معك؟ مرحبا بلاله، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، وعيد مبارك سعيد، والله يخليكم ديما الحل بين يديك. بارك الله فيك اللي مجد، الله يطولنا عمرك. فيكم الله يطول لكم العمر. امين يا رب، انا وحنا وحنتوما يا رب. خلي عليكم هذا العيد الاضحى المبارك السعيد على الامه الاسلاميه كامله، تمنيتو يا رب يا رب. بغيت واحد بغيت نسول واحد الكوت. تفضلي. الكوتش الدكتوره اللي معك. كوتش منى معك، تفضلي. بغيت نسولك على قبل خويا. مالو؟ خويا يعني هو مقبل دابا على المهم، هو كيقرا في الدراسه ديالو. ياك؟ ودابا المشكل يعني هذا العام عنده الاول فلاسك. ياك؟ ودابا المشكل ما زعمش يعني باش يمشي يرقب على ديك لافاك، يعني عنده سبب تخوف من قله الشيء، يعني كيبداو يستفزوا الدراري مع دابا هو اكسيلون في القرايه كيقراو هذا، وهو كان كيقرا في واحد الباديه يعني في الليسي، وهذا كان هي في الباديه ما كانش كيتلاقى مع الناس في المدينه وهذا. دابا المشكل من تحول لواحد المدينه لافاك ديال مكناس مولاي اسماعيل، يعني دار داك الشامبار وهذا، ومع دابا كيتجاوب مع هذا، دابا ما لقاش داك الجو اللي كان فيه تغيير عليه. دابا الناس كيبداو يستفزوه وكيقولوا ليه انت لا ما كتلبسش مزيان انت، اي باش يطيحوا من القيمه ديالي، يعني باش ما يبقاش داك المستوى العالي. فهمتي، تيقولوا له لا انت ما كتلبسش مزيان، انت كنتي من العروبيه، انت جيتينا من العروبيه، انت من هذا. المسكين هو كيتخوف وما بقاش باغي باش يشوف ديك لافا، كيقول لي انا شفت السما في الكحل، انا ما بغيتش يعني ما بغيتش زعما يخرج على راسه، ولا دابا عايش شي منعزل ما كيبغيش يهضر مع الناس، ما كيبغيش. فهمتي، والسبب هو هذه المساله اللي معيور على اللباس فقط، ما كاينش شي سبب واحد اخر، يعني يقدر يكون هو خفي، لان راه ديال النقطه ملي كتعاود المشكل ديال واحد اخر كتعاود انطلاقا من نتايا شنو قال لك بالطبع، ونتايا شنو ترجمتي من داكشي اللي قال لك او من داكشي اللي كتشوف. انا كيجيو عندي والدين مع الابناء ديالهم، وكنستقبل الاب ولا الام وتنهضر معاه، وتيقول لي ها هو المشكل اللي عند ولدي وهذه وهذه وهذه، وتيجي الولد ولا البنت باش نهضر معاه تلقى المشكل واحد اخر، مع ان الاب من تيجي غادي يعاود لك يعني لو سامبتوم او هذاك ظاهريا راه نفس الشيء، ما باغيش يقرا ولا
ولا ما مركزش ولا ما عرف شنو يدير في التوجيه ولا تخاصم مع الناس في القسم ولا، ولكن داخليا داكشي اللي كيعيشو راه الشخص اللي كيعيشو هو اللي يقدر يتكلم عليه. يعني تقدر المساله تكون وحده اخرى من غير هادشي اللي انت عاودتي لينا عليه، يقدر تقدر يكون هادشي ولكن كذلك يقدر يكون شيء واحد اخر اللي ما عبرلكش عليه. فالا كانت غير مساله ديال المعيور على الباس ولا هادي، يعني الانسان نحاول نلوح الاخ ديالي في المستقبل ديالو، نبين لي ان هذه الفتره ديال لافاك 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ما هي الا واحد المرحله انتقاليه، يعني واحد المرحله ديال التكوين اللي كتفتح لك ابواب على شي حاجه ما احسن. قل لي بالعكس الا خليتي كنطلق غير انا شرحت لك زعما شنو اللي يقدر يكون لو ريسك، لان يقدر يكون اسباب واحده اخرى اللي انت ما عندكش علم بها، ولكن من هذا الشيء اللي قلتي شنو تقدري تتعاملي معه. قل له دابا مثلا الا كيعايروك على لباسك او كيضحكوا عليك حيت جاي من العروبيه ولا هذه، وانت خليتي قرايتك، فماشي فقط يضحكوا عليك حيت شتي من العروبيه، يضحكوا عليك لانهم بالهضره ديالك خلوك انك وليتي قل منهم، لانك دابا اللباس راه ما عنده اللباس ما كيديرش القيمه ديال الانسان، انت قيمتك بقرايتك، القيمه ديالك بالاخلاقك، القيمه ديالك بحسن التعامل ديالك، ما حدك انتيا الامنيه الا انت انسحبتي من القرايدات فراهما فعلا وصلوا للغايه ديالهم، هذوك اللي باغيين مثلا انهم يحطموك ولا انهم يستهزؤوا بك، بالعكس ديك الساعه تيضحكوا عليك الون تيرم، لانهم هيكملوا قرايتهم وينجحوا ويتخرجوا ويخدموا، وانت صافي وقفتي في المستوى اللي مع انك انت كنتي المستوى ديالك احسن منهم وقفتي وما قدرتيش تكمل. وحاجه اخرى هي ان شنو بس كيكون الانسان، لان الا كان هو اصلا تيحس بواحد النقص او كيحس بواحد دنيا في التعامل مع الاخر، راه حنا اللي تنخليو الاخر يستفزنا. يعني كنعطيو واحد الرسائل، كنرسو واحد الرسائل اللي كتخلي ان الناس اللي محيطين بينا تيقعطيونا تيطبقوا داك الرسائل اللي حنا اصلا تنبعثوا لهم بها. يعني انسان ما راضيش بالباس او ما راضيش من المنطقه اللي جاي بها او ما راضيش بالطريقه اللي كيتكلم منها، يعني هو في مكناس يعني كان في العروبيه او في الباديه او في شي قنت واحد اخر عنده واحد اللكنه معينه او واحد الطريقه ديال الكلام معينه ما تيرضاش بها او تيتخبى منها، فهادشي كيزيد ليه انه بحال كيجذب ليه داك الناس اللي فعلا باغيين يستهزئوا من 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 كلام اللي تيكون ديال الناس الباديه او كلام اللي ما منطبقش مع السائد عندهم في المدينه. وهاد القضيه هذه للاسف عندنا في المغرب بزاف، يعني حنا عندنا في المغرب الشمال ما تيتكلمش بحال وسط البلاد، ماشي بحال الصحراء، ماشي بحال هذا، كل مدينه تقريبا عندها اللهجه ديالها. وشنو بات من تيلقى راسو بعض المصطلحات اللي مثلا عيب في الوسط عادي في الشمال او في قنت اخر والعكس صحيح. وللاسف كتلقى ملي كيجي شي واحد سواء من شمال جا الوسط العفو او من الوسط مشى للشمال كيلقى راسو بوحدو تما تيضحكوا عليه، يقدر يكون في المساله غير في البسط في الاول، وانت الا خديتي على انها بسط ومشيتي معاهم في الخط راه كتولي عاديه وتيتقبلك وكدير بلاصتك. اما الا بغاو يضحكوا عليك ولا شدوا فيك ولا وانت خديتي على ان حسيتي براسك فيك الفز وحسيتي براسك ان فعلا راه شي حاجه اللي كيضحكوا عليك فيها او هذا، عاد ما كيزيدو هما، عاد ما كتولي تحس بالوطأة ديالها، وبالطبع كتلقى راسك إلكترون ليبر، كتبقى راسك بوحدك في وسط واحد المجموعة اللي ما كتقدرش تأقلم معاها. ونتمناو ليه التوفيق بإذن الله، نتمناو له التوفيق. ناخذوا معنا بعض الرسائل. رسالة على سبيل البسط من سي جواد عبر الفيسبوك يقول فرحة العيد مع الشو القصبان ماشي مع الكرشة والحمر. واخا سيدي الكرشة والحمر راسك ينوض عليه الصداع. رسالة أخرى كتقول كيعجبني الناس اللي كتخطط لكل شيء قبل العيد وكتوجد جميع الأمور اللي محتاجينها وكتعمل اجتماعات للحوار باش تدوز الأمور بخير وبتسامح وبأفكار إيجابية وتعاون وبدون حساسيات. صحيح. علاش نخليو حتى الليله بليل تنوضو صداع؟ اللهم الواحد يعرف راسو من رجليه من الاول ويتقبل الامور ومن نجي العيد نستمتعوا به. العيد هنايا من اجل الفرح ماشي من اجل المشاكل. نعم. فاصل اعلاني قصير ورجعوا معك طبيعة الحال كوتش مناسب. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك. وحكي لنا قصتك على 05 22 46 72 50 اولا 51 اولا 52. ايضا كلكم تواصلوا معنا وفينا الكرام عبر الاس ام اس، كيسبتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. ايضا كلكم تواصلوا معنا وفينا عبر الفيسبوك بطبيعه الحال والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا للا خديجه من الدار البيضاء، عفوا اذا نقطع الخط على خديجه. ناخذ معنا للا ساره من الخميسات. مرحبا بك للا ساره. السلام عليكم استاذه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف استاذه لاباس عليك؟ الله يطول عمرك للا ويشرف مقدارك. لاله صحيحه بخير كي دايره الاستاذه منى؟ الحمد لله الله يسول فيك الخير.
احنا كنشكركم بزاف على هذه الاذاعه الرائعه اللي هي كتونسنا ديما، وكنشكركم بزاف على هذه النصائح اللي كتقدموا لنا، الله يجازيكم بخير. مرحبا لاله، الله يجيبنا في الصواب. استاذه سكينه، بغيت نسول الاستاذه منى على شيء. انا ساره في عمري 23 عام، عندي نيفو بكالوريا ودرت الدبلوم ديال الفلاحه ديال كاليفيكاسيون، وكنتسنى ونجحت وجيت من لي 5 برومي ودرت لي 5 برومي، كنتسناهم يعيطوا لي لي تيكنيسيان. المشكل اللي عندي هو انني ما كنعرفش نختار الحاجه الصحيحه اللي انا كنبغي نمشي عليها، واخا قريت واخا مشيت نجحت فيها، ما كنعرفش نتاخذ واحد الاتجاه، وما كنلقاش الانسان اللي غينصحني ويوجهني. دابا الله يجازيك بخير استاذه منى، بغيت شي نصيحه من عندك اللي باغا نمشي عليها حياتي كلها. زين زين، هادشي بزاف اساره. النصيحه اللي تمشي عليها حياتك كلها هي انك تقراي. عشان تقراي؟ لان هادشي اللي ننصحك انا بها، ننصحك مثلا انطلاقا من هاد اللحظه هادي من داكشي اللي سمعت انا، ولكن الا بغيتي فعلا تلقاي النصيحه المناسبه لك في كل مكان وزمان وعلى حسب السن ديالك والخبره ديالك والاحتياج ديالك، قراي. كتب التطوير الذاتي متواجده الحمد لله متوفره. واحد الكتاب نصحت به الاسبوع اللي فات ونعاود ننصحك سنتي به، كتاب رائع جدا سميتو لي 7 زابيتود دي جون كي ريوسيس تو سكيلز انتربرين، او العادات السبعه للناس التي تنجح في حياتها. ما عنديش الترجمه بالعربيه كلها، وموجود كذلك بالانجليزيه، والكتاب اصلا بالانجليزيه 7 هابيتس of highly effective people. الكتاب رائع جدا، وفعلا الا بغيتي تعتبره واحد اللي ينصحك على طول حياتك، هاد الكتاب، لان فيه مجموعه ديال القواعد للنجاح في الحياه الشخصيه والعمليه، مجموعه ديال النصائح، مجموعه ديال التدريبات، مجموعه ديال التمارين، مجموعه ديال القصص ديال الناس اللي كيفاش طبقت المبادئ واللي ما طبقتهاش واللي كان عندها مشاكل وتعدتها. يعني واحد فعلا يقدر ينصحك، هذه من جهه. اما الانسان راه ما كاينش اللي يقدر ينصحك حياتك كامله، كاين اللي يقدر ينصحك في واحد المجال، كاين اللي يقدر ينصحك في واحد اللحظه، كاين اللي يقدر ينصحك في واحد السن معين من بعد النصائح ديالو ما تبقاش متواكبه معك، كاين اللي يقدر ينصحك في واحد التخصص معين لانك انت دايره نفس التخصص ديالو، او لانك الان باغا ديري التخصص ديالو ولكن من توصلي لواحد المستوى النصائح ديالو الا ما كانش هو طور راسه ما تبقاش تعطي فائده معك. فما عمرك تقلب على شكون هينصحك بقدر ما تقلب انت تلقى النصيحه ديالك بالبحث. احسن طريقه باش نلقاو النصائح المناسبه هو البحث والقراءه والمطالعه، اللي كتجدد الافكار ديالنا وكتجدد الدماغ ديالنا كله، تنخليو الخلايا ديال الدماغ ديالنا تكون منتعشه وتعيش وتنعودوا راسنا على احد اسس النجاح واللي هي القراءه. هذه من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للشعب اللي قلتي باغا ديري ما فهمتش شنو الطلب ديالك، قلتي كنتي دايره واحد الشعبه وبدلتيها ما فهمتش. سارة انا درت واحد الو الو تفضلي. كنديرها ديبلوم ديال لاغريكو ديال الفلاحه. اييه درت درت دوزون ديال الكاليفيكاسيون، كلاسيت من لي 5 برومي تبارك الله، وكنتسنى دابا يعاودوا يعيطوا لي دوزت واحد الساعه باش نكمل لي تكنيسيان. ايوا مازال ما عيطوش لي، دابا انا داك الخوف وداك التردد اللي باقي عندي. السول ياك انت نجحتي هنايا؟ لا هنايا ماشي كتسيني هنايا، هما ديجا عيطوا لك ونجحتي تبارك الله وصلح النبي. سير سول ما تسينهمش يعيطوا لك، شنو بات كيوقعوا مشاكل في البحث ديال الرساله، شنو بات البرا اللي هيصيفطوا لك تقدر تكون كلفت الفاكتور حطها في شي ادريسه وحده اخرى، شي حد هزها قطعها الله اعلم. سير بيدك المدرسه اللي خصها تصيفط لك ديك الرساله وسول، وفي عوض ما انك تبقى عايشه في واحد التوتر على الاقل يقول لك لا راه ما هنصيفطوا حتى لاكتوبر، راه ما هنصيفطوا حتى لنوفمبر، لا راه تصفت ترى، فهمتيني؟ ما تخليش راسك عايشه في الشك، قطع الشك باليقين. سير ما عرفتش غدا الليل تعيدوا شي يكونوا خدامين ولا لا، ولكن على الاقل اثنين راه كلش الا هاد الاسبوع اصحاب المدرسه كاملين تنظن راهم عطله، دونك من نهار اثنين ان شاء الله الرحمن الرحيم على 8 الصباح نصبع عندهم ونسول عافاك راه كندوز واحد هذا وراني نجحت ودابا كنساين الورقه الثانيه فوقاش توصلني، واش درتيوها واش مازال. الانسان هادي من بين النصائح، ما عمرك تبقى كتردد واش ندير ولا ما نديرش، قطع الشك باليقين. نعم، نتمنى ولا التوفيق باذن الله. اكيد انه الانسان ملي كيتصابر يعني وكيدير مجهود اكيد انه الله سبحانه وتعالى كيكافئوه احسن مكافاه، خاص شويه الصبر وعلى حسب الامتحان شنو كيستدعي منا. يعني في الحياه ضروري من امتحانات، اكيد انه الانسان سيجزى ولكن كل واحد فينا وطول الامتحان حتى لين غيوصلوا. لا حنا في امتحانات دائمه. نعم. غير واش كندخلوا لها كنستعدوا للامتحان، كنستعدوا ليه مثلا الامتحانات ديال الحياه ما كتنقطعش من كنزادوا حتى كنموتوا. نعم. هذه القراءه اللي تكلمت عليها وقراءه الكتب اللي كتفيدنا، اللي نقرا الكتب المتخصصه في المجال ديالي، باش لانه واخا نبقى في القسم كنقرا حتى شي من النهار، راه مين كنشد كتاب الا وكتزادني شي حاجه اللي ما كنلقاهاش في قلب القسم.
ومين كنجلس مع واحد اللي في داك المجال ديالو تيتناقش معاه وتيعاود ليه على الخبره ديالو كنلقى شي حاجه اكثر من داكشي اللي لقيت في القسم ولا اللي لقيت في الكتوبه وكنصحح وكنتعلم اكثر. فكاين الاستعداد للامتحانات ديال القراءه كتعطينا الاستعداد للمجالسه ديال الناس اللي عندهم واحد العلم، المجالسه ديال الناس اللي عندهم خبره، الانسان انه يعرف راسو ايا كان السن ديالو 20 عام 30 عام 16 عام 80 عام مليون عام ايا كان السن ديالك راه انت مازال قابل للتعلم. ما عمري نوصل لواحد السن ونقول صافي انا كنفهم انا كنعرف انا فوق كل ذي علم عليم. هذه من بين الاسس اللي تخلينا نعيشوا امتحانات الحياه وحنا فرحانين وحنا عارفين راسنا بالنتيجه ديالنا ان شاء الله الرحيم تكون ايجابيه. نعم ونتمنوا التوفيق للجميع. اكيد احنا مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام بطبيعه الحال الى حدود الساعه الرابعه. نرحبوا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا في تواصل مباشر معنا. كاينه رساله للمجده من مكناس من المستمع الكريم كيقول خوك ما زعمش نسي حاولي تشري له بعض الملابس ونصحي يمشي عند مدربين باش تغير بعض الافكار ديالو. شنو رايك كوتش منى؟ الا كان بالامكان علاش لا. انا دائما كان انا مادام يمكن مشيت من المنطلق ديال مادام انا الاخت ما قدرش تساعده ماديا باش يبدل الملابس ديالو او باش يغيرها. ولو ان الانسان اللي يعني راه كاين خص غير الذوق يعني الانسان اللي يمشي معاك واللي يختار لك والنصيحه وتقدر تمشي حتى للبال وتجيبهم وتصبنهم وتخرج كتشعل وتخرج نقيقي وتخرج هذا النصيحه في المحل ديالها زعما رائعه جدا. ولكن بالطبع الا كان القدره على انه يمشي عند شي شخص اللي يساعده فعلا لانه للاسف وهذه زعما تنقولها وانا عارفه راسي اش تنقول يعني لا مدربين ولا اطباء نفسيين ولا اطباء ديال الامراض العقليه لان انا تعاملت مع الزبناء ديال هادو كاملين بالفعل يعني كنهضر على راسي وعلى الاخرين. شنو بغات كيرتكبوا شي اخطاء شنقول لك لا اله الا الله وصافي يعني حتى الانسان يعني كتمشي عندك واحد مريض او واحد عنده مشكل كتخرجوا بمشكل اكبر من هذاك اللي باش جا عندك. فما نظنش ان ربع ساعه كافيه مثلا باش نقول لك انت عندك اكتئاب وهذه حاله جاتني الاسبوع الفائت. ربع ساعه قل من 20 دقيقة ربع ساعة وجوج دقائق بالضبط خرج الولد عنده حالة اكتئاب حاد وإلا ما خداش الدواء ست شهور وكمل بالدواء ديال عام هيموت في ربع ساعة. للأسف ربما هذا جانب آخر يطول الحديث عليه لأنه صحة الناس راه ماشي لعبة وخاصة الصحة النفسية. راه ملي كنتكلموا على الصحة النفسية راه هي كل شيء يعني سامي كمرض نفسي أنا راه كاع الأعضاء كتمرض معاه راه كاين اللي غير نفسيتو كتخليه يدخل في واحد الحالة مرضية جسمانية خطيرة جدا. أكيد إذا المسألة كتستدعي على شي حل. ده موضوع طويل للاسف. شنو قال لك يمشي عند مدرب يعني يمشي عند واحد من الرقابه وكيخص يكون واحد النوع من الوقوف على هذه الامور للاسف لان هادشي حتى هو ما عرفتش واش كيتصنف كاخطاء طبيه ولا لا ولكن راه اخطاء فادحه في حق البشر. بطبيعه الحال كنت منى حنا مازال مواصلين غادي نختم في هذه الساعه الاولى بواحد الرساله من عند المستمع نفسه سي عزيز قال الرجل بين المطرقه والسندان. ما رايك في هذه المناسبه؟ على حسب المراه اللي اختار النهار الاول المراه والحما ديالو والنسبه ديالو بلوتو ويما هذيك ما اختارهاش هذيك ما عندنا ما نديرو لها يعني وهو بحد ذاته يعني راه هذه المجموعه ديال الامور اللي كتحدد. بعض الامهات الصراحه كنحاني ليهم اجلالا وتقديرا اللي تيكونوا كيقدروا هذه الامور في وليداتهم يعني ما كتبغيش تحس بولدها ولا بنتها محرج كيحاولوا يديروا مجهودهم باش الامور تبقى مستقره ما بين ولدهم مثلا وما بين بنت الناس لانها كتبقى غريبه عليهم ربما هي كتنازل من حقها لان هذاك ولدها يعني كيبقى ولدها عمره ما غادي يحيد منها ولكن بنت الناس كتبقى بنت الناس من واحد الناحيه. لا تحيه للناس اللي كيديروا بحال هكا ياكي هادشي باش قسمتي معايا في الغر واخا لاله. شكرا جزيلا لك كنت منى وعواشرك مباركه مسعوده يا رب علينا وعليك ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتي لنا ولك وجميع المسلمين يا رب. عندك نسي لي القطيب ديالي نهار اثنين على الراس والعين مشكوره جزيل الشكر وكنتسناو لك عواشر مباركه مسعوده مره اخرى ان شاء الله يا رب.